مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الوطنية الأولى، مرحبا بكم مجددا في المنبر السياسي حق الاختلاف. اليوم نتعرض إلى مسألة مهمة شغلت بال الرأي العام والطبقة السياسية أيضا وأطياف أخرى من رجال أعمال وغيرهم، هي ملفات الفساد التي سرعت الحكومة مؤخرا في عرضها على العدالة. السؤال يطرح نفسه علاش الآن بالذات، وهل صحيح أن هناك انتقائية في هذه الملفات، وهل العدالة الآن جاهزة للبت في هذه الملفات وغيرها، مئات الملفات اللي تعرضت الآن واللي بتعرض في أنظار القضاء، أيضا هناك مئات الملفات اللي قبل سبق لجنة تقصي الحقائق قدمتها إلى القضاء. للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها نستضيف هنا في الاستوديو سيد محمد بن سالم وزير الفلاحة، مرحبا بك. أهلا وسهلا. السيد محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، مرحبا بك. أهلا وسهلا. الأستاذ منذر بالحاجة علي حركة نداء تونس، مرحبا بك. عايشك بك. والسيد معز الجودي رئيس الجمعية التونسية للحوكمة، مرحبا بك. عسلامة، مرحبا بك. شكرا. كما يمكنكم مشاهدين الكرام التواصل معنا مباشرة على صفحة التلفزة التونسية على الفيسبوك تلفزيون تونيزيان، وأيضا نظرا لأهمية هذه الملف رينا اليوم أني باش نعملوا خط هاتف رقم 71 280 089، كل ما عنده رأي في هذا الموضوع، رجال أعمال سياسيين أو مسؤولين يحبوا يعطيوا رأي أو عنده ملفات ربما يحبوا يعرضوها من خلال هذا المنبر على الرأي العام، الاتصال معنا في هذا الرقم مجددا 71 280 089. نبدأ معك سيد وزير. اليوم قريت أنا في الصباح الأسبوعي سيد خليل الزاوية يقول فض الملفات الكبرى مثل ملفات الفساد لا يعود أساسا لغياب الآليات القانونية، ولكن المشكل الأساسي في القرار السياسي. شنو رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما نشوفش أنه فما تردد في القرار السياسي، ولكن فما إجراءات يجب اتباعها. لو ناخذوا القضية اللي جلبت اهتمام الناس فيما يخص قضية كاكتوس وسامي الفهري، كل ما في الأمر أنه هذه القضية مطروحة على القضاء من مدة طويلة، القضاء ومحامين المتهم عام ونص، أيوة، المحامين المتهم طلبوا اختبارات، الاختبارات تتم عبر خبراء، الآن وإن الخبراء سلموا الملفات للقضاء والقضاء في هذا الأمر مستقل. إذن هناك إرادة سياسية يعني لا غبار عليها في مقاومة الفساد. الإرادة السياسية منبثقة من أهداف الثورة، وإحنا نشوفوا الآن شباب الثورة بدأوا يتظاهروا ويطالبوا. هذه حملة إكبس اللي سمعوا بها التوانسة الكل. يعني هناك ضغط من الحكومة، تراشي للحكومة تأخرت وخلت شباب الثورة اللي تحكي عليهم كبسوا، يقول لك إكبس، وضغطت باتجاه الحكومة ما عملت حتى شيء لمدة أبداً. أنها نشوفوا أنا مثلاً بالضبط معناها جات مع بعضها. أنا مثلاً حليت ملفات عديدة، أكثر من 40 ملف، عمري ولا طلبت من التفقدية باش تتسلط على مسؤول لأنه باش تشوف إذا عنده فساد ولا ما عندوش، جي ملفات نحيلها بشكل طبيعي للتفقدية العامة، وهناك كثير من الملفات اللي التفقدية العامة تقول لي هذا ملف ما فيه شيء وبالتالي ما فيش تتبع. احنا ما عندناش تصفيه حسابات مع اي جهه كانت. هذه مساله مبدئيه، الثوره صارت لانه كان هناك نظام فاسد، كل التوانسه شافوا قداش نسبه الفساد اللي وصل. اقل قضيه صغيره نلقاو 120 مليون دينار، يعني 120 مليار، 130 مليار، اذا فما الاف المليارات نهبوها السراق في النظام السابق، وطبيعي أن حكومة الثورة بشت لها به. صحيح أن الحكومة السابقة حطت بعض الناس في السجن، هذا صحيح، ولكن باش تمنع آلاف آخرين. احنا شفنا أن قبل كان فعلا مسألة سياسية، الآن السياسة خرجت من هذا الموضوع، هي مسألة قضائية. طبعا فما عزيمة سياسية لمقابلة الفساد، هذا لا لبس فيه لا جدال فيه، ولكن لا هي تصفية حسابات ولا هي ما فماش تأخر، معناها ما فماش نتيجة ضغط أو احنا عندنا ناس تقول فما تأخر في قضية الفساد، وأنا نقول الفساد ما يتقض عليه إلا بالقانون، والقانون يتطلب إجراءات، والإجراءات ساعات الطول، هذا ما هوش ذنب الحكومة. والناس اللي يعتبروا أنه نصفيه في الحسابات في الحقيقة لأنهم يريدوا يغطيوا على الفساد. طبيعي أنا نستغرب من الأحزاب الثورية، الحساب اللي ساهمت
في الثورة واللي كانت معارضة للنظام الفاسد سابقا أنها تصطف وراء الفاسدين. أما الأحزاب الأخرى اللي أصلا هي تحب أنا هي الأحزاب تستفيد. اللي اصطفت الآن أحد الفاسدين وجد ضدكم يعني في مقاومة الفساد يعني للأسف الشديد الآن أحزاب للأسف الشديد إحنا في بلادنا ما فيش موضوع إلا ويتولي فيه مزايدات سياسية. كل ولي حكومة تعمل إجراء معين في مصلحة الثورة في غير مصلحة الثورة إلا وبعض ناس يعتبروا كل ما تعمله الحكومة هو غلط. إحنا الناس هذوما ندعوهم إلى الحفاظ، خلينا نتوحد وراء أهداف الثورة. الأحزاب الأخرى اللي بالعكس يعني هي تعتمد على الناس الفاسدين هذوم، تعتمد على رجال النظام السابق، طبيعي ما نجمش نطلب منها باش تكون مع أهداف الثورة لأن هي أصلا منخرطة في الثورة المنظمة. ديما الناس نفس السؤال، شكون الأحزاب؟ احنا هنا قدام الرأي العام لازم نكشفوا كي نحكيوا على حد نقول. على كل حال كل الأحزاب اللي تعتمد على التجمعيين واللي تعتبر أنه هذوما الدافع عليهم واللي التجمعين هذوما ولا أيتام التجمع كانوا بعد الثورة يمشيوا الحيط الحيط، فما ناس نفخت فيهم وقلت لهم فما إمكانية أنه ترجعوا وتشدوا البلاد وترجعوا للفساد من جديد. سي منظر بالحاجة ليكم تسمع الحكومات، الحكومة السابقة حتى تصحيح ناس في الحبس لكن باش تغطي على آلاف الآخرين. والله أنا في بالي سي محمد رجل كبير وزير ومسؤول في الدولة وزير الدولة والنقاش مستوى آخر مبدئيا في ملف حساس كما هذا. هو بيدو كان يقول ملف هذا خطير وإحنا مشكل قال عادة ونعاود كلامه عنا مشكل هي المزايدات. عسى أن تنهى عن منكر ولا تأتي مثله، لأنه المزايدات في الملف هذايا كيما توجهها لغيرك أنه تعف الناس بأنفسها على المزايدات. أنت أيضا سي محمد وأنا نحترم ضي هذه وسنك ووضعك وكذا ونحترمك برشا، نعرف المناظر محمد بن سالم أما مش شكرا واحد اثنين قول الكلام هذا ما بالرجم بالغيب بيسكو توا تو فاسون دخلنا ماتير طول قال الراجل البلاد دي سوفي على الطاولة. أولا إذا كان تعني نداء تونس أنا نجم نأكد لك ونتكلم باسم نداء تونس بالفم والملاء ونحن كبقية شعبنا واقفين ضد الفساد بما لا دواعي مجال الشك. وتوفيص الحوار بعد نجيو اش معناتها مقاومة الفساد وهل الحكومة جادة في مستوى الفساد. تبقى نقول لك حويجة برك التصريح اللي كان يقول فيه سيهاب على الأستاذ الدكتور خليل الزاوي يقول ثم مشكل في الإرادة السياسية. وإلى يسارك صديقي وزميلي الأستاذ محمد عبو هو وزير سابق في نفس الحكومة اللي انت تنتمي لها ونهار اللي استقال سي محمد عبو ضمن رسالة الاستقالة متاعو وعطى تصريح للصحف وسمعنا وقال الكلام وقالوا مانيش نضيفه إذا كان غلط صلحني أنه الحكومة لم تمكنه من آليات مقاومة الفساد. الأحرب سي محمد بن سالم وزير الفلاحة أنه يجاوب على المسائل هذه مش أنه يكيل اتهام جزافا للآخرين من باب الرجم بالغيب ودون أي حجة أو دليل. وإذا كان أنت جالس معايا في اجتماعاتي أنا في نداء تونس سواء في سيدي بوزيد ولا في المسير ولا في القصرين ولا في صفاقس ولا في جدوبه ولا في الكاف ولا في مكسر وفي زغوال وقلت انا راهو التجمعين تفضلوا ترجعوا وتعاودوا ترجعوا نفس الفساد والله ماذا بيا تقول لي. واحد ثلاثه احنا في مرحله انتقاليه وهي مرحله دقيقه جدا وما نتصورش انه تغطي على الفشل تكون بالاسلوب هذا. هناك انت تحكي على استحقاق الثوره وحكومه الثوره سامحني نقول لك حاجه وبكل مسؤوليه وكل روح مسؤوليه لان انا راجل مسؤول نعرف شنو نقول وما جيتش باش نبوليميك لهنا جو سي با فني بور لا بوليميك وما جيتش باش نتلسن نقول لك راه هناك مقتضيات الدوله ومتطلبات الشعب واستحقاقات الثوره وهذو الثلاثه بالنسبه لرجال الدوله مبدئيا يكونوا محل وفاق وطني محل توافق وطني هذاك الحق هذا من الحق هو التوافق الوطني وليس التلاسن. الحق هو الرجوع الى الاصل وأن مصلحة تونس هي العليا مش أنه فلان عمل له فلان كذا ما عاد عنده ما يضيف اليوم ما عاد عنده ما يضيف لليك وليانا ولا لغيري ولا تونس ما يديش المعنى اطلاقا سي محمد ونكونوا مسؤولين وفي حجم المسؤولية التاريخية وهالفرصة التاريخية تمثلتها من شعبنا من فكنا مثنية مش بهي حبيت نقول لك وبصدق وبكل مسؤولية سي محمد حول أهداف الثورة في مقاومة الفساد
أما وقت اللي الحكومة تمشي في مقاومة الفساد ونجي نلقى أحزاب يمينية ويسارية تقول لا هذايا حرية التعبير وهذايا، وقت اللي المسألة واضحة وضوح الشمس أنها مسألة فساد وفساد فقط. فعند ذلك احنا نقول اللوم عن الناس الثوريين اللي الأصل يكونوا معانا. انت خذيت مثال واحد توا سيد سي محمد بن سالم، مثال واحد خذيت ايه، مثال واحد خاطر مرتبط بحرية التعبير وخاطر جاء في وقت معين نتيجة القلابس لذا تأويل، هذا مثال. ولكن بجميع الملفات الكل ما فماش حتى واحد. انت الآن أصدرت حكم جاء نتيجة القلابس. أنا أقول لك وقلتها في وسائل الناس هذاك علاش قلت طوى انت قلت، لكن عديد الملفات الأخرى ما ظهر لي كان حد ما سمعناش قال لا الحكومة ما عندهاش الحق تجبد كل ملفات فسادي دور لي. سيدي هذا ملف كبير الآن وين القضاء بدأ يأخذ في إجراءات، والإجراءات بدأ يأخذها لأنه الآن فقط وين الملفات بدأت تكتمل، والآن فقط وين القضاء خذا الوقت الخبراء وغيرها باش يجيبوا تقاريرهم، والآن فقط باش تفتح ملفات تثبت الحكومة السابقة. أنا مانيش وزير فيها ولكن باش نسألك سؤال فضل. حب نفهم حاجة. الحكومة السابقة قلت أنت باش تغطي وقفة بعض الناس باش تغطي على ألف الفاسدين. نعم. هل أعاقت الحكومة تقارير وصول لجنة التقارير لجنة تقصي الحقائق للنيابة العمومية؟ هل أعاقت؟ أي ممكن تقول باش تغطي عمالة. نعم. صافي يعني بالمنطق السليم احنا راهو رجال القانون ونعرفوا. نعم. صافي دير أعاقت وصول ملفات لجنة تقصي الحقائق إلى النيابة العمومية أو أعاقت النيابة العمومية إجرائيا باش تتحرك؟ أنا الحكومة السابقة كل ما نعرفه كتوانسة كل لم تعق هذه المسار، وأكبر دليل هي أنك تحكي سيادتك توا الآن قلت وقت اللي اكتملت الاختبارات وكذا ما ثم حتى تغطي هذه الإجراءات سي محمد. أما عند غيرك ستي سوار ماني كاين دابور دي بروبليم مش باهي راي عند غيرك هكا وعندك انت هكا ما يجيش عند غيري مثلا مبدئيا هذه دولة وهذه إجراءات وهذه إجراءات كي قلت لي احنا ضد الفساد وضد الفاسدين يعني ان شاء الله فرحك للأسف الشديد زيد فرحك اليوم للأسف الشديد الفساد والفاسدين هما في الحزب الحاكم السابق وهما في النظام السابق اللي للأسف هم العمود الفقري نتاع حزب سي محمد. ما لا سيدي خلينا نجاوب كلمه جمله جمله وفضل ما نحبش نحتكر الكلمه خلينا والله متهم انت بالتغذيه على رجال الاعمال الفاسدين تو نرجعوا بعد خلي تو نجاوب بعد لا 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 دقيقه دقيقه والله العام التونسي سي محمد لحظه تو بعد لحظه خلينا ندوروا شويه الكلمه سي محمد الحكومه ما مكنتكش من ملفات الفساد كيفاش؟ انت قلت هذه في كتبتها معناها بالتفقير خليني ساكون واضح في بعض الشيء اللي تعملت في بعض الشيء ما تعملتش بالمناسبه في الحكومه السابقه عملوا قبل ما جاء الحكومه كنا نمدحوا فيها الشيء الايجابيه ونذموا الاشياء السلبيه في بالله ان شاء الله نحافظوا ديما على نفس الاسلوب في النقد بموضوعيه به فيما يخص الحكومه هذه اكثر جديه من الحكومه الفارطه في مقاومه الفساد اكيد واكيد علاش خاطر فما شرعيه ساده والشرعيه هذه واكثر استقرار من سنه 2011 تخليك تعمل في اكثر اريحيه من اللي كان قبلنا عام الاول. وذاك علاش نحن كان السقف نتاعنا من اللي دخلنا في بدايه جانفي او في نهايه ديسمبر 2011 ونحن السقف نتاعنا عالي في مقاومه الفساد ونقول اللي ما قدرتش عليه الحكومه الفارطه بغض النظر على الاشخاص نحن قادرين عليه على اساس عندنا شرعيتنا وعلى اساس هذه هي الثوره قامت ضد الفساد. يجب اولا في اي اتجاه الثوره الا واحد يقول لي ليه ما قامت ضد الفساد لان كل الشعارات رفعت ضد بن علي على اساس كانوا فاسد مش على اساس كانوا رئيس مدى الحياه على سبيل المثال اكثرها فساد. طبعا هذا مش موضوع نقاش كانوا يلزمنا نقاوم الفساد وكان موضوع اتفاق على اساس الترويكا تشكلت على اساسه نقطه من النقاط هي مكافحه الفساد. اختلافنا كان يتعلق بطريقه مقاومه الفساد فيما يتعلق بشخصي او فيما يتعلق بصلاحيات الوزير المكلف بالاصلاح الاداري غيرها من الخلافات لم تكن سبب الاستقاله لانه طبيعه الاشياء ان في اي مجموعه حتى في عائلته وسام يجب يكون متفق في كل كبيره وصغيره مع الاخر ولكن وقتاش النجم نخرج وقتها لم يقع احترام اتفاق معين يتعلق بمنح صلاحيه معينه عن طريقه هي انا اعتقد ساعتها تيل الست اشهر اللي بقيتها في الحكومه دونها لا استطيع ان اقاوم الفساد بل اكثر من ذلك قدمت طلبات على اساس كل الهياكل الموجوده حاليا في تونس لا تكفي لمقاومه الفساد لهذه اللحظه نقول لك الهياكل اللي موجوده عندنا لا كل الهياكل والقوانين لا موجوده باهي ولكن لوحدها بعد ثوره غير قادره على مكافحه الفساد حاجتنا تطوير لصلاحيات دائره المحاسبات وبالمناسبه نحكي لك على مشروع عندنا كحزب في هذا الموضوع اما تطوير صلاحيات دائره المحاسبات واحد وكل ما يتعلق بالقضاء والسلطه القضائيه واستقلاليتها لازمني نكمل لك باش ما تشوهش الفكره اثنين تطوير الرقابة الإدارية بإنشاء أجهزة رقابية جديدة
وبأكثر استقلالية لأجهزة الرقابية القائمة حاليا. حبوا موظفين يتعهدوا تلقائيا حتى ضد وزير كان لازم الأمر، ما يقعدش يستنى حتى يجي قرار من فوق بالتعهد. وفما تصورات معينة موجودة في أنظمة ديمقراطية قلنا لابد من تفعيلها، وهيئة ثالثة أو جهة أو نوعية معينة ثالثة من الرقابة اللي هي الرقابة المستقلة قلنا يقع تفعيل المرسوم 120. هذا تصور عام، ولكن لم يكن ذلك سبب الاستقالة. نحن نختلف في كثير من الأشياء. سبب الاستقالة هو هيئة عامة لرقابة المصالح العمومية موجودة في الوزارة الأولى، أنا أقول أنها كانت من موضوع اتفاق، ثم بعد ذلك بدونها لم أستطع أن أقاوم الفساد وخلقت أجهزة معينة، ولا تقال هي بين ظفرين قلنا خلقنا، ولكن على أي حال هي غير ممنوعة قانونا، ولكن لم تكن منظمة بنص قانوني في تشيع مقاومة مسألة غياب الموظفين، استعمال السيارات الإدارية لا أكثر ولا أقل، ولكن ما وعدنا به أكثر بكثير. إذن طموح الكبير هو الذي جعلني أخرج من الحكومة باعتبار أن الصلاحيات ساعتها لم تكن كافية. هل قاومت الحكومة الفساد؟ طبعا عندما كنا في 6 أشهر أذكر أن الحكومة وكثير من الوزراء قاوموا الفساد، وإذا كنت الآن أكثر موضوعية وإن كان حزبي في ترويكا ففعلا هناك وزراء أيضا لم يقاوموا الفساد. أنا سبيل على سبيل المثال في غياب سيد محمد سالم ذكرته كشخص من الأشخاص الذين قاوموا الفساد، بل خليني أقول لك شيء، في حالة من الحالات هو قاوم الفساد بشكل غير قانوني. عندما جاءنا الملف سي محمد يعتقد كونه نجم بعد موظف خاطر فاز بمجرد قرار، قلنا له لا سي محمد لابد من اتباع الاجراءات التدبيريه، فكان هذا الرجل مصر اصرار كبير على مقاومه الفساد. ماهوش حال كل الوزراء، مش نسمي الاحزاب خاطر ما عنده حتى علاقه بمسيدات احزاب، واللي موجود يقاوم الفساد من هذا الحزب وذاك، وفما تكنوكرات يقاوموا في الفساد بنجاح كبير، لكن فقط ذكرته كما ذكرت زاد سي عبد الوهاب ماطر اللي حل كثير من الملفات وغيرهم قطع نظر الانتماء الحزبي حلوا ملفات وغيرهم، كان دوره الوحيد في وزارته هو ان يسير وموش فايق لفما ثوره. قضيته كان يسير الان تو تحكي على الان وزراء الان وزراء الان فما شكون يعطي يعطينا شكون وزراء فما شكون يعطي ديما ديما نحكيوش لا الحزب ما نعرفوش الوزير ما نعرفوش انا حتى نحكي لك على الزقاق اعطيني اعطيني نعطيك مثل نعطيك مثل خاطر سامحني يمكن خاطر الشخص خرج ولكن صديق عزيز علينا الاخير سي حسين ديماس على سبيل المثال كان مسير رائع جدا في وزاره الماليه وكان انسان حريص على المال العام وبالمناسبه اللي طالب به مازال كيوقع قراره منذ يومين تقريبا اللي هو الزياده في البترول ونفهموه وانا فاهم ونعرف هو حريص ولكن كان يسير بطريقة سير حافظ على المالية العمومية أمام مسألة السلاح ما كانتش عنده من مسائل ذات الأهمية الكبيرة رغم أن عنده الصلاحيات التي استقلت من أجل غيابها أنا شخصيا لو كانت عندي صلاحيات وساعتها مش تو ما جمشكم في الحكومة دي أما ساعتها لو كان عندي الصلاحيات هذيك لما أكون ليستقيل على سبيل المثال فحبيت نقول لك راهو مسألة مكافحة الفساد ساعة بالمناسبة ركزنا برشا على الوظيفة مهم الموظفين والإدارة صحيح فما فساد في الإدارة وفي الوظيفة لكن مش يكون فاسدين ساعة هذه ما غير ما نقولوها ولكن للتذكير فقط أما راهو فما فساد آخر نحن في المؤتمر من الجمهورية إن شاء الله تعطيني فرصة باش نوضح لك محضرين مشروع قانون معين يتعلق بشفافية الحياة السياسية يفرض على الوزراء كون يسرحوا بالممتلكات نتاعهم في وسائل الاعلام في الانترنت رئيس الجمهوريه رئيس المجلس التاسيسي او السلطه التشريعيه نرجعوا لها صلاحيات دائره محاسبات واكثر من ذلك يعطي من صلاحيات دائره محاسبات مراقبه الاحزاب السياسيه قبل ما حبيتش نقص عليك انت قلت ما فماش هيك القادره تو على مقاومه الفساد ومن ناحيه اخرى نسمع على مقاومه الفساد كيفاش باش نقاوموا الفساد وما فماش الهيكل قلت ما نجموش نظلموا الناس هذا قلت راي معناها مش ما فماش بالكل ولا فما تعمل اللي من عام 82 واللي قبل هذوما يعملوا اجهزة رقابية موجودين في العالم الكل موجودين في تونس موجودين انا قلت بعد الثورة اذا نحبوا فعلا نقاوموا الفساد علما كون الناس اليوم يشكونا يقولون بعد الثورة الفساد استشرى اكثر من قبل الثورة صحيح. كان نقصد مثلا الديوانة نقص سمحني بعض الاجهزة كانت تعمل بشكل سلبي في عهد بن علي مثلا مكتب الامن الديواني كان يتبع في شكون لابس خمار وشكون مرته لابسه خمار الى اخره ولا لا ولكن في نفس الوقت كان يتبع في الفساد في الديوانه يخدم هكا وهكا اشياء سلبيه واشياء ايجابيه وقت صارت الثوره وقع شله تماما ما عادش يخدم الكل فنحن من المفروض كانوا نبعدوا عليه الجانب السلبي نغيروا الموظفين اللي فيه ونجيبوا موظفين اخرين وراقبنا الفساد في الديوانه برشا اجهزه شلت في الداخليه في الديوانه في بعض في كثير من المؤسسات وهذا اللي قلقنا على بعد الثوره هذاك علاش نحكيوا على اجهزه اخرى تفعيل القديمه ساعه بشكل ايجابي واجهزه جديده خاطر قوي ياسر هذه الاجهزه وقتاش باش تطيب تفعيلها الان او بعد الانتخابات وقتاش بالضبط انا رايي الحكومه قادره اليوم على تفعيل هذه الاجهزه في معظمها سلطه ترتيبيه كافه لوضعها ما فما حتى اشكال وفما تصورات اخرى لصلاحيات اخرى مثلا دائره محاسبات قلنا القانون هو الكفيل بها نحن على سبيل المثال كحزب سنقدم في هذا الاسبوع هذا المشروع نتاعنا مشروع في هذا الموضوع ان شاء الله بقيه الخيان في المجلس التاسيسي وبقيه الاحزاب يقتنعوا بالجدوى نتاعه وان شاء الله يكون قانون من قانون الدوله سي معز يعني كيفاش تقيم يعني تو عمل الحكومه في مقاومه الفساد او تسريع الوتيره نقولوا
والله فما ملاحظات على الشكل وملاحظات على المضمون. ملاحظات على الشكل انا نستغرب استغراب تام، معناتها كيفاش اعضاء في الحكومه وزراء هما اللي قاعدين يحلوا في ملفات الفساد ويعملوا في ندوات صحفيه ويلموا في الصحفيين، وفما وان مان شو يتعمل كل مره من طرف وزير، معناتها عنده مشاغل نورمالمون وعنده ادوار وعنده دي بريوريتي وعنده دي دوسي امبورطون كي لي اون تران دو جيري. معناتها فين المنظومه القضائيه؟ أنا في رأيي المنظومة القضائية لازم تكون مستقلة ومحايدة هي تقوم بالعملية هذه، ولكن هكا اللجنة هذيك اللي عملوها متاع مكافحة الفساد اللي هي مازالت قائمة الذات اليوم تقوم بخدمتها ولا تتحل علاش المصروف الزايد. لكن هالوزراء هذوما اللي نستغرب أنا معناتها من الوقت اللي عندهم الكافي باش معناتها يتلهيوا بالحكاية هذه. هذه النقطة الأولى، نقطة شكلية. النقطة الثانية معناتها اش حبينا نحن؟ اول حاجه باش نقول لك على الحكومه اسكو معناتها قاومت الفساد ولا لا. الحكومه هذيا تاع سي حمادي الجبالي كنا معناتها يحبذا لو كان وقت اللي خذات بزمام الامور اول حاجه عملتها من رئيس الحكومه الى رئيس الجمهوريه الى كامل اعضاء الحكومه يعطيوا بيان على ممتلكاتهم وعلاش عندهم وش ما عندهمش. اسكو هذيا صار ولا ما صارش؟ اسكو انت سيد وزير الفلاحه نعرفوا وقلت للعباد وقلت للهياكل معناتها الحكوميه اش عندك بالضبط؟ اسكو عندك دي ريفوني؟ عندك شركات؟ عندك باتريموان؟ عندك اكتيف؟ هذا الكل نحبوا نعرفوه. علاش؟ على خاطر هذا يدخل في نطاق مقاومه الفساد. كيفاش؟ هذه اول نقطه اسمها ليكزومبلايتي، معناتها المثاليه. نضرب المثال، لازم المسؤول الفوقاني اللي عنده السلطه واللي منتخب وعنده شرعيه هو يعطي المثال. الي ان توشابل، الي او دوسو دو لا ميلي كما يقولوا، واضح نظيف امور واضحه هكاك. اللي تحته باش يحط في مخه اللي فوقه امور واضحه ونظيف، هو بيدو باش يحشم على روحه وما عادش باش يمشي للفساد وما عادش باش يعمل عمايل ماهمش باهين. هذه نقطه مهمه للغايه. نقطه اخرى، نحن شنو هو الاشكال اليوم؟ الاشكال هو معناتها عندنا ثقافه نتاع فساد في تونس موجوده من عهد بورقيبه وتطورت في عهد بن علي ومازالت لحد الان. قبل معناتها القوانين والاطار التشريعي ومكافحه الفساد ودور الحكومه، الثقافه هذه موجوده. الطرابلسيه هذوما مش اربعه وخمسه عباد حطوهم في الحبس وفات الحكايه، راه ثم ثقافه نتاع الطرابلسيه في تونس. فما ناس مازالوا اليوم يمارسوا في نفس الممارسات نتاع الطرابلسيه. اش عملنا للثقافه هذه؟ قاعدين نكافحوا فيها ولا ثقافه الطرابلسيه وثقافه شيبوب وثقافه فهمتي الفساد في تونس؟ فما ناس فسدوا في عهد بورقيبه مازالوا موجودين لحد الان وقاعدين يستمتعوا بالاموال نتاعهم وما مسهم حتى حد، ما مسهمش بن علي من الاول، خاطر بن علي جاء قال لهم اسمعوا ما تدخلوش في السياسه اموركم واضحه. دونك قعدوا في عهد بن علي ومازالوا توا. جاءوا ناس اخرين في عهد بن علي فسدوا كيف خذينا اش خذينا حطيناهم في الحبس الرموز هذوك والباقي مازالوا يحوسوا لتوا والشعب التونسي يعرفهم. فما العديد من رجال الاعمال فاسدين في عهد بن علي اليوم ينشطوا بصفه عاديه. نابليون بونابرت امبراطور فرنسا اش قال؟ قال ابخي اون ريفولوسيون لي بريفيليج ريست مي لي بريفيليج شانج. معناتها المنافع تقعد بعد الثوره، لكن شكون هم اللي تبدلوا؟ اصحاب المنافع. وهنا عندنا كما في عهد بورقيبه فما ناس عندهم اصحاب منافع، في عهد بن علي كيف وفي العهد هذايا كيف ما دام قضيناش على ثقافه الفساد، ما دام عندنا ناس مازالوا اليوم معناتها قاعدين يمارسوا في الفساد. سيد الوزير، نعم. عديد الأسئلة هو لمحالة، منها الوزارة المكلفة بالحكم الرشيدة ومحاربة الفساد، حقيقة بخلاف احنا يوم دراسي أو تثقيفي ما فماش حاجة. الوزير بالحق يعني عنده مشاغل كثيرة، يعني ما فماش هيئات أخرى أو القضاء أو رئيس المدير العام هو اللي نجم يعمل هالندوة صحفية أو تفقدية كما يقول لك. ثم وخاصة ملف هام ذكره رجال الأعمال الفاسدين اللي ما زالوا يدوروا من غير حقي محاسبة. نعم. كيفاش؟ أنا ساعة نستغرب لأنه أنا قبلي قلت فيه ناس يقاوموا في مقاومة الفساد. يسمح لي الأخ الخبير، هو الآن بتبريراته هذه هو يدافع على الفاسدين. عندما يقول أنا جد، عندما تقول الوزير عنده مشاغل أخرى والقاضي هو اللي يزمي، هل سمعت أنت قاضي يجي يفرض روحه إذا ما جيبلوش ملف فساد؟ كيفاش القاضي كوزير الانسبكسيون تاعك؟ الانسبكسيون تاعك عندك مشاغل اخرى اولويه، في عندك ماء مقصوص وعندك فلاحه وعندك معناتها كان عندك الوقت الكافي بالاضافه للماء وبالاضافه للصابه اللي جمعناها في احسن الظروف وبالاضافه للتحديد معناها وتسهيل عمليه العمل الفلاحي ومشاغل الفلاحين. كذلك كلفتني الثوره باش نقاوم الفساد
في المجال اللي يعني أنا بديتها توا الحكاية، علاش ما بديتهاش من أول عام؟ سيدي أنا بديتها من أول يوم. لا ما ريناش. أنا قال لك فما أنا أقول لك أنا بديتها من أول يوم سيدي، من أول يوم. لقيت من الصغيرة للكبيرة، لقيت شوفير ياخذ في 895 دينار سوايع زايدة كل شهر لمدة سنوات عديدة، باش ما نقولش عشرات سنين. هذا قاعد يضر في البلاد. هذا يضر في البلاد. فما ناس هذا يضر في البلاد أكبر من هكا الفساد ويحوسوا إلى حد الآن. يا سيدي. وناس فهمتي موجودين. لا باش نقول لك معناتها باش نجاوبك باش نحاول نتفاعل معاك. إي تفاعل معايا. أنا أقول كلامك فيه تبرير لأنه ميز من كتف يديره. لا لا لا. ونخليه تعرف سيدي التفقدية. كم لقيت فيها؟ التفقدية لقيت فيها ثلاثة إطارات وزوج سكرتيرات. في وزارة يعرف القاصي والداني الصنات تبعتها وديوان الحبوب تبعها وديوان الزيت تبعها والدواوين تربية الماشية وغيرها، بالإضافة لوزارة الفلاحة والمدارس الفلاحية وستة مدارس مهندسين وما إلى ذلك. فبالتالي ما كانش فما إرادة حقيقية باش نشوفوا المخبي. احنا سيدي فتحنا ملفات الفساد، وانا نبشرك ونبشر التوانسة انه ملفات الفساد بدات تو، مش تو من اللي بدات الحكومه، ولكن ما انتهتش ان شاء الله. انا نقول لك ما انتهتش، وانا نبشر الناس هذوما بايام سودة، الفاسدين نبشرهم بايام سودة مستقبلا، لانه في حكومه الثوره لا مجال لا للفاسدين ولا للفساد، ولو دافع عليهم من دافع. هذايا مساله مبدئيه سيدي. وانا نقول لك انه الملفات بتاع البنوك اللي لحد الآن حد ما كشفها، واللي للأسف الشديد المحافظ السابق ما عمل حتى خطوة في هذا الاتجاه، الآن المحافظ الجديد مشكور مش يجيب شركات أجنبية تعمل بحوث وتشوف وين الفساد، علاش البنوك بتاعنا فالسة، علاش الاستيبي الآن يزم الدولة تدفع فيها مليارات جديدة. وين المدير العامين اللي كانوا يعطيوه في القروض مثلا؟ نعم بخصوص البنوك. نعم. فما مديرين عامين كانوا هم اللي يعطيوه القروض. بالضبط، هذه ملفات يجب يفتحها الناس مختصين، هذا دور البنك المركزي لحد الآن ما قام حتى خطوة فيه. الآن مش تتفتح ملفات البنوك وتو تشوفوا قداش يطلع فساد. إذا الآن نحكيوا على 1500 مليار، ربما كي نفتح ملفات الفساد اللي تسترت على البنوك والمليارات اللي خذاتها واللي اعطاتها البنوك وما قدرش تسترجعها، حتى ونشوفوا المغط. وان شاء الله نداء تونس يواصل في مساندته اذا كان توسع مقاومه الفساد ومس برشا من اللي سامباتيزون، ان شاء الله تواصلوا على نفس الموقف. انا باش نقول لك حاجه. نعم. عندما استمع لك سي محمد اقول ما احلى كلامك وانظر الواقع اقول ما اسوء الواقع. استغفر الله ربي. ملف بتاع فساد قلقوك يعني؟ الحق وانا قلقني شيء في الفساد مقاومه الفساد. افعالي هي هذه، هذه قاومه الفساد. باش نقول لك شنو افعالك انا؟ باش نقول لك افعالك في التغذيه كما تعرفش منها عبر امثله طبعا مضبوطه واضحه وجليه. اي سيدي عندنا موضوع الطائره الجديده اللي خذيناها هذه سلمناها كتونس منذ ايام مثلا في تونسير. العقد هذا يخص 17 طائرة معروف. وقع التستر على سعر الطائرة إلى يوم الناس هذا ما نعرفوش قداش تشريت. السنة اللي جايك عاد. هاني جايك قاعد ما تشريتش تو. خاطر ما تشريتش تو بريسيزامون هذاك الموضوع. وتقوم في المارشي لأنه فيه دي لونكوري اللي يعملوا 6000 و7000 كيلومتر وإحنا ما عندناش حاجة فيه ليهم. يعني خطوط الجوية التونسية ما تخدمش بهذا. دونك تعاملت مبدأ على الأقل يحق التساؤل أنه اسكي لها دي كوميسيون. تمشي كوميسيونات في الموضوع. ما تطرحش الموضوع تماما. نطرحه؟ سامحني عاد غنكلمك. واصل وصلت لتنفيذ العقد هو بيد. تاع ذلك الميزان زين. ولا تساؤل. بس بوان دانتيروغاسيون. السياسات هذه ما تحطتش على المجهر. نقبلوها ولا ننفذوها هكاكا. مثال ثاني. مسار تنفيذ. زدناه في وقت من الاوقات ما قالوا الكريدي بي او تي، الكريدي بتاع موش بي او تي، بتاع كريدي بات والبنك الافريقي للتنميه وعلى مسؤوليه تونس. وزادوهم الجماعه مسار مسير، ومسار مسير كان بينيفيسير كان يعمل فيه الخبراء يقولوا هكا انه كان يعمل في اكثر حوالي 100 مليون دينار 100 مليار. وزدناه لهم طار زياده، طار زياده لواش؟ شكون زادهم؟ اللي زادتهم الحكومه قبل 14 جانفي.
النظام السابق. اي اي ما هو نفسروا للتواتر. انا جايك عاد انا جايك. تفضل. اما انت ما تلاحظوش الموضوع. مطروح كله. لا سامحني. انت تو تحكي على سائق سياره كذا ما تلاحظش المواضيع الكبيره. الى حد الان سيد وزير الفلاحه. سيدي والقمح سيد وزير الفلاحه الى حد الان من اموال التوانسه. السيد وزير الفلاحه. السيد وزير الفلاحه الى حد الان ما قالش للراي العام اللي هو حضرتك ما قالش للراي العام الى حد الان هكا لي سي ام في دي ا شركه الاحياء والمقاطع هذيك المقاسم ولا شنو اللي تعطات الفلاحيه مثلا خلوا حصر شنو اللي تعطى بغير ذي حق مقارنه بذي حق تسالني نجاوب خليني نسال نكمل شو انا ما قطعتكش لا لا تفضل سي محمد انا نسمعك تفضل وانا كذلك ما تقالش هذا للراي العام ما تقالش لشكون باش نعطيوها مستقبلا كي نسترجعوها وهل استرجعناها ولا ساعة ولشكون نعطيوها وشنو هي المعايير الى حد الان ما تقالش هذايا فبحيث هذه السياسه ثلاثه نماذج هذه ان تثبتوا تثبتوا فيما تثبته وان السياسات القديمه لا زالت متواصله وفي الملفات الكبرى ما مسيتوهاش تجي اليوم تقول لي كذا مقاومه الفساد نقول لك يا سي محمد سامحني سياده الوزير مقاومه الفساد تحتاج الى مصداقيه كبرى تحتاج كما يقولوا بالفرنسيس مبادتو هي سامحني استاذ منذر استاذ دقيقه خنذيف يعني اذا كان ما حكاش كما قلت انت على الملفات الكبرى ما يلزموش يحكي على حد شيء لا ما قلتش ما قلتش لكن احنا العرب العرب والمسلمون لا تراث حلو قضايا الحق التي يراد بها يريد اراد بها باطل يراد بها باطل انا نتمنى ان الملف هذايا هو قضيه حق يراد بها حق واتمنى ونقولها قدام الشعب التونسي على الملا اليوم ان شاء الله كلمه حق يراد بها حق مش حاجه اخرى هو كذلك تفهم فيها اما توا وقت يولى هذايا ومعها العنف ومعها اكبس ولات ملفات كلها متاع انتخابات هذا الشعور الموجود استاذ محمد عبد وسبيل قبيله قال حاجه اللي انا نسمع فيها اللي كنا نسمع فيها ربما سي محمد ما تسمع فيها انت فين نمشيو في البلاد اي سوق تدخل باش تقضي نهار لحد كيف انا اي قهوه تدخلها يقول لك راه الفساد استشرع نسمعوا شعبنا اون افون مانيش نخلقوا في شيء سي محمد والحمد لله وكثير من التوانسه يسمعوا في الكلام هذا ماذا بك تسمعوا؟ لو كانت هناك مصداقيه كبرى وموجوده كما تقول انت راه ما تقالش الكلام هذا لا. الكلام هذا ما تقال الا لانه عندنا اليوم سي معز عندك تعقيب قبل ما نعطي الكلمه والقضيه دقيقه وخطيره جدا وما تحتاجش للتشنج هذا راه تحتاج برشا عقل وبرشا رياض سي محمد وبرشا رساله وبرشا حكمه وبرشا عقل وبرشا توافق حول المصلحه العليا لبلادنا حاجه اخرى لا انا حبيت تعقيب صغير على المثال نتاع القطاع البنكي صحيح القطاع البنكي هذا شهد معناتها نوع من سوء الحوكمه وشهد معناتها فساد كبير ياسر لكن معناتها بعد الانتخابات تاع 23 اكتوبر وانتم توليتوا بزمام الامور معناتها السلطه عندكم وقتها علاش ما بديتوش تنظفوا انتم في القطاع البنكي انت مثلا وزاره الماليه وزاره الماليه وزاره الماليه اللي هي معناتها تابعه للحكومه وتابعه رئاسه الحكومه عندها تحت البنوك العموميه البي ان ا الاس تي بي البي اش علاش ما حلتش الدوسيات هي بيدها سو سون دي بنك سو توتيل هذوكما علاش نستناو في محافظ البنك المركزي باش يقوم بالعمليه هذه وهو ماهوش دوره راه محافظ البنك المركزي محافظ البنك المركزي يرأس في لجنه هذيك نتاع الغاباتريمون دو لارجون سال اللي خرج لبرا وكل لكن اللجنه اللي هو يرأسها فيها اعضاء في الحكومه نتاعكم علاش تو انت حملتوا المسؤوليه الكل وقلت راهو محافظ البنك المركزي هذاك بيه وعليه وما عمل حد شيء وهوكا نحيناه وارتحنا منه وتوا جديد باش ينظف الامور الكل لا سامحني نتحملوا المسؤوليه الناس الكل واللي عنده سلطه هو اللي يتصرف وعنده سلطه القضائيه عنده سلطه تنفيذيه وعندك وزاره الماليه هي تقوم وتعطي المثال في في في, في الاصلاح هذايا وفي تنظيف القطاع البنكي. سي محمد خالي سي معز الجودي قال اللي كانوا متمعشين من النظام السابق حتى بورقيبه مازالوا توا فما مثال عقود تاع مراكنه انتفعت بها اشخاص في العهد السابق لتوا مازالوا ينتفعوا بها. وناخذ لك مثال اللي كتبت عليه بعض الصحف في شركه نقل نابل يعني وقتها وقفوا بعض العقود وقيل كما معناها قيل مدير رئيس مدير عام الشركه ثم حتى السيد هذا اللي كان منتفع بهذه العقود ولا يطالب بالتعويضات يعني كيفاش تفسر هذا؟ طبعا في برشا تجاوزات في السابق هذا هو الاشكال نحن نطالبوا علاش نحكيو على اكثر اجهزه تجاوزات الان عاد تو هذاك علاش نقول لك الفساد ساعه مستشري بشكل كبير ماشي واحد يغلط
زاد على قبل اكيد اما من قبل زاد موش شويه في كل مكان الفساد. ورد بالك كما قلت بكري كان نتصور وكان في الاداره العموميه في كل المجالات وحتى في القطاع الخاص وفي الجمعيات وفي الاحزاب مستشري الفساد بشكل كبير وعنده راهو اللي يدافع عليه. هذاك علاش نقولوا بالله سايس رواحنا كي يجيو نحكيو على ملف الفساد. ربي شكون اللي دافع عليه؟ حب ديما شكون لا تقول لك عندك صحافه ساعه دافع على الفساد احيانا. عندك شكون عن حسن نيه يدافع على الفساد؟ صحافه دافع على الفساد؟ مش قلتش لم اقل الصحافه خاطر بالمناسبه صحافه صحافه قلت صحافه او جزء من الصحفيين ولم اقول الصحافه بالمناسبه ذولي ديما العضو سطروا هذو كل كلمه تتقال توا لا تتو لا لا احترموا الساده الصحفيين ونعرفوا اللي هما بيدهم فيهم شكون يدفع في اتجاه مقاومه الفساد وفما شكون يتقلق وقت تاخذ ملف معين. فما ناس اليوم مثلا الشبكات الاجتماعيه اليوم اللي عندها تاثير اكثر من اكبر جريده في تونس اليوم تعرف تتعمل حملات اليوم ضد وزير ياخذ موقف لكن الوزير ما يهموش في المواضيع هذه في بلدان اخرى يقتلوهم في ايطاليا في سيسيليا كانوا يقتلوا في القضاة وغيرها لحل ملفات الفساد. نحن الحمد لله جاء في سر ما في تقتل توا جينا في طرف سبان في تونس معناها حكايه بسيطه مقاومه الفساد وهذاك علاش انا ندفع في الحكومه كانوا تقوم بواجبها مناش خايفين. فما برشا ملفات انا معاك ما نعرفش الملف اللي تحكي عليه ونابل وكذا رغم سامع بالموضوع ونعتقد ونعرف انا الشاب هذاك اللي كان مدير عام على شركه نقل نابل ونعتقد فيه جديه كبيره حسب معلوماتي لكن طبعا الوزير قدر اكيد الاسباب يعرفها هو هذا ايش نجم نقول لك ثابت كانوا كثير من الملفات يسمى تحل باش نجم تحل الملفات هذه لازمك تعمل امكانيات كبيره. سي محمد بكري كان يحكي لك على تفقديه فيها ثلاثه من الناس هذه من الحاجات المحرجه جدا في الاداره التونسيه. في عهد بن علي التفقديه هي اللي تقوم بالمراقبه. في عهد بن علي التفقديات الموجوده في الوزاره لسوء الحظ وسامحوني معناها اللي ما يسحقوش يحط بعض الفاسدين في التفقديات كي تغش على واحد تحطه في التفقديه وهذه من الحاجات الغريبه ياسر. طبعا دون تعميم فما ناس محترمين في التفقديات لكن بشكل عام التفقديه هي هذه الثلاجه اللي يحطوا فيها الناس الفاسدين ولا اللي يحبي بعده. توا بعد الثورة قلنا يلزمها تتغير والتغيير صار في بعض الوزارات ما صارش فما وزارات أخرى لتوا مازالت مشلولة في التفقديات. هذاك علاش كان عندنا تصور كون الكل تكون موجودة تابعة لهيئة مركزية على مستوى رئيس الحكومة ويقحط التغييرات داخلها وتولي عندها صلاحيات أكبر من الصلاحيات اللي موجودة اليوم. على أي حال ملفات سابقة كان يحكي سي منذر على منذ قليل على 2008 ساعة بالمناسبة لا ينبغي أن نستهين بأي موقف يقوم به وزير او اي موظف مهما كان بسيط في اداره من الادارات لمقاومه الفساد. شوف شو هذا الشيء يحل ملف صغير تقول له حتى تحل كبير. قل له حل الصغير والكبير هذا هو المنطق السليم. انا خرجت من الوزاره خاطر نحل في الملفات الصغيره. راه مهمه راه الملفات الصغيره. كان نبداو بالكبير خير هو راه. بزوز خاطر نبداو بالكبير. هو الكبير نجم يحلنا صغار اخرين. فهمتك اما مثلا تجي ما تجيش تقول لي بالله تسيب في مليارات وما واش بيك تجيك تتبع في موظفين في حضور. لا 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 حقك باش تشك انت كراي عام ولا لا لا من حق حتى تشك العربيه دقيقه راي محمد لا حتى كان تشك من حقك راهو ساعه باش تبر امور واضح بدون شك انا ما صلحوش نشك وما يسالش اما اللي حبيت نقوله لك مثلا الموضوع كيما الساعات الاضافيه هو بيدو تفاجئ سي محمد كيما تفاجئنا الناس كل الاخير كنت حسبها تتلقى فيها بضع مليارات شهريه رغم اللي فيها معناها مشاكلها انعكاسات اجتماعيه وموظفين تعودوا عليها فيها شكون جاي يحتج انا في مكتبي في المواقات قال لي حق من الحقوق قلت له تصور كان واقف قدام قضيه تحقيق قول له حق من الحقوق نستفيد بجريمه فما ثقافه معينة. ونحن بيدنا راهو سامحني ونحن بيدنا كي بدينا ناخذوا في قرارات بدينا وقتها ساعات نقولوا راهو بالتدريج بشويه خاطر الناس يظل يتعودوا معنا حتى كماله للشهريه وبشويه بشويه بدا يقحر منهم هنا كانت نوس وغدوه نحس وتصرف في السيارات الاداريه كيف كيف هذه مكاسب للدوله. اما تو نجي لكلامك انت تقول لي قداش هذوما 4 5 مليارات انا نقول لك فعلا هذا الكل ينجم يكون 4 5 10 مليارات فما ملفات اخرى اكثر اهميه في ملف واحد نجم تراجع اكثر غير البترول غير القطاع البنكي اللي انا معاك مع المعارضه هنا سي محمد اللي يقولوا كون ما تحلتش الملفات المعارضه مجتمع مدني لا مع المعارضه سي منذر فوقت يقولوا ما تحلتش الملفات انا نفرح انا كي نسمع المعارضه تحكي الفساد خاطر تو برك بالمناسبه راني 6 شهور في الـ في الـ في الوزاره وحتى في التلفزه انا وجيت حتى بحذاك نقول للساده المعارضين بالله عودوا اضغطوا علينا مقاومه الفساد حكيتوا في كل شيء حكومه التكنوقراط وحكايات غريبه شوي احكي معنا مقاومه الفساد اليوم نفرح ساكن محمد ما انا مفاجئين خليني ربي يخليك ما انا مفاجئين نقول لك انا فرحان برشا اللي انتم دخلتوا معنا في مكافحه الفساد وانا فرحان برشا خاطر ما تنجمش الحكومه وحدها حكومه بيد يا سيدي نقول لك انا ماهوش سر فيها شكون في داخله يخاف من ردود الفعل وقت تحل ملفات الفساد وهذا يحيرني خاطر عندك ما يكفي من الشرعيه ومن القوه باش نجم تطبق القوانين على الناس كله حتى كان يتغشوا الناس كله. علاش يخاف حسب رايك شنو هي السبب؟ قول لهم ليهم هما انا الرالي ما عندهمش علاش يخافوا الشرعيه معاهم يمر مباشره تطبيق القوانين، الاداره ماهيش فازه، الامن ماهوش فاز الكل، الاداره ماهيش فاز الكل، الجيش ماهوش فاز الكل، فما بعض الناس لابد من ابعادهم فليقع ابعادهم، مع ان علاش يخافوا في بلدان اخرى ايه لازمك تخاف. رانا نحكيه على تونس ما فماش واحد يكبر على القوة متاع الدولة ولا السلطة متاعها في تصور هذاك علاش راكو كونه قصرت الدولة في المجال البنكي نحكيه فعلا أنا سي محمد يحكي لك على حاجات فيها بضع مليارات ربما في ملف بنكي برك ولا نعرف فما مديرين عامين اليوم في بنوك وطنية فيها شركة فيها الدولة منشآت عمومية
مورتين في قضايا، فما برشا مؤشرات كانوا بالفعل ينجموا يكونوا باش تثبت الإدانة نتاعهم على قريب، ومازال وراء راس المؤسسة. كيفاش نعطي الواحد ثقة يوميا يتصرف في المليارات؟ اليوم جاتني مكالمات بالنسبة للبنوك، بل ترقاو ما نعرفش ترقاو أملي ربما البعض بالمناسبة لو عشنا برشا في يشر على الأقل الملفات هذه، مش كل شيء تسمع، أما الثابت كانوا فما ناس عندها ملفات فساد في قمامة التحقيق، فما قاعدة اسمها قرينة البراءة صحيح، أما كي تبدأ نعطيك تشد لي بانك من البنوك وأنت متهم في قضية من عهد بن علي، هذا في تصوري قاعد نلعب الملعب هذا اليوم قبل غدوة يلزم يتنحى حتى على شيرة، ما نعملش نعاقبه كان ما عنديش دليل قاطع عليه، أما على الأقل ما نحطوش في وضع المسؤولية. قطاع البترول مثلا صحيح فما صفقات كبيرة، الصفقة نتاع الطيران هذه صحيح بالمناسبة هي راه 2008 كانت صفقة سياسية زاد، أنت تتذكر السيد ساركوزي كي جا لتونس ساعتها سألوه على حقوق الإنسان وقت عمل الصفقة هذه نتاع 16 و17 طيارة، قال أنا لا لم هنا لأعطي دروس، منذ عام جاي حكي على دروس، ساعتها ما جاش يعطي دروس، كان زاد فيها جانب سياسي. هل أنه فما شكون خذا رشوة في الموضوع هذا؟ أنا عندي وقتها ساعتها كنت في الوزارة، فما شكون جاء قال فعلا فلان ربما يكون مورط وقد يكون أخذ رشاوة، ربما ما نعرفش، ربما علمنا التفقدية نتاع وزارة النقل ما نعرفش. الثابت فعلا اليوم وزارة النقل لازم تدخل في الملف هذا وتفتح فيه تحقيق حتى من بين مرة من كلامك حتى الموضوع هذا. نعم. فهمنا مرة من كلامك الموضوع هذا. إيه إيه. مانيش جايبه هكاك. لا كلام صحيح. يلزمنا معناها يلزمنا الملفات الكبيرة تتحل، أما بالله زاد كي يحل ملف صغير ما نقولوش خليها. الناس كل تقوم القانون. الموظف يحضر في وقته ولو هو باش يكلف الدولة 5 و10 دينارات في مخة، واللي عنده ملفات كبيرة يفتحها. نعم. أما الأولوية طبعا للملفات الكبيرة ما فيش شك. أنا مش قولك حاجة. عمره ما قال حد ما تمس الملفات هذه والسلام عليكم خاطر صغيرة. لا. مسان الملفات الصغيرة وترك الملفات الكبرى يحدث تساؤل كبير وكبير جدا في بلادنا، وكأنما الأقوياء لا يمسوا، هذا الانطباع اللي يبقى. هو هما يلعبوا في ملفات حتى وزن سي محمد، فما أقوياء اخرين لو هذا هو الموضوع ما نفهمش على تسيطر الحكومة على مشاهير الفساد في بلادنا، ومشاهير في مشاهير الفساد في تونس تعرفهم الناس، تعرفهم الناس ويعرفهم الخاص والعام، وقضايا ضدهم في التحقيق محمد عبو وانت تعرف. صحيح فما بعض المشهورين بالفساد تستر على مشاهير الفساد وش بدي انت صحافه معينه قبيله وانا قاعد ساكت وعندهم نفس الصحافه اللي تحكي لي حضرتك وما يتمسوش الى حد الان وكان ما محميين. هذه هاي العناصر تعطي انطباع انه ثم اشكال كبير ياسر. اثنين سي محمد تم ترش منها وقت يقوم زميلك ولو مش في الحكومه عضو في الحكومه ولكن مستشار لدى رئيس الحكومه برتبه امتيازات وزير ويسال له يا سيدي هل اعطيت انت تصريح في ممتلكاتك؟ انت كنت مقيم في الخارج ككل المقيمين في الخارج السابقين بعد 6 أشهر وقت يروح لزيداو احنا نتحدثوا كرجال قانون يسمع يعطي تصريح على ممتلكات. كانت الإجابة على ما يبدو والله سي محمد عبو ما بعثليش استغفر الله ربي. يعني أنت تعرف اللي مجلة الصرف التونسية تجبرك كمواطن مش كوزير أو كمستشار برتبة وزير تجبرك كمواطن أبري سي مواطن ريزيدانس تصرح بأمورك إلى غير ذلك وتصرح بها موجوده في الخارج يا لورو ربما انا بعد تصريح ممتلكات في الخارج اي تصريح الممتلكات في الخارج تفهم فيا ايش بي وممتلكاتك ما حد قال لك لا وحساب جاري زاد وحساب جاري وكذا كذا خلينا من التفاصيل مش داخل في التفاصيل انت اما داخل في التمشي معقول اخويا انا عندي كذا علاش خاطرك ما تقولش عندي كذا سي محمد شو ولي المال اللي عندك في الخارج مهما كان يولي مشبوه ويصبح عنصر من العناصر الأساسية للفساد ولما يقع إيقاف مستشار في مطار أورلي سي بلقاسم الفرشيشي تقوم الدنيا ولا تقعد ها وشنو شده بالفلوس وانت صدقت لهذا ما صدقتش ما نحكي لك انه اتقوا الشبهات قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سي محمد ما هي كذبه شنو كيفاش تحبوا يتقوا الشبهات ما ياخذش الطياره يعني عطينا تكذيب رسمي وعلاش توقف وعلاش كذا هذه صحافه جديده بن علي والنظام السابق
حطوا في الانتربول. لا ما فماش القائمة نتاع الانتربول. سامحني موجود. سامحني ماهوش موجود. انا ناكد لك انه محسوم الموضوع سي محمد عيب ما هوش موجود في القائمة نتاع الانتربول. في القائمة نتاع الانتربول لازم يدخلوا لها سواسة يسمعوا فيها مباع المباشر. ايوه يدخلوا لها سواسة على الانترنت فيها سبعة سواسة ما نحبش نسميهم. السيد هذا اللي انا ما نعرفوش. النظام القديم ولا الجديد؟ لا لا ما ما عندي ما نعرفش ولا ما نعرف. تعرف كل شيء. سبعة من الناس. اعطينا المعلومة كاملة. سبعة من الناس ما فيهمش السيد هذا. باهي سيدي. واضح؟ عشرات المناظرين من النهضة سيدي الكمبيوتر نتاع وزارة الداخلية الفرنسية ما زال فيه بقايا. أنا نعطيك أنا حاجة. أنا بقيت 20 سنة في فرنسا. كل مرة عندي انترديكسيون دونتري أون فرانس. أنا عندي إقامة. عندي لجوء سياسي وحتى وين خرجت وانا كي يضرب على الكمبيوتر يلقاوني انتردي دو ريزيدونس. لكن ما عادش عندك توا شويه عاد شوي. لا ما عادش لانه الحكومه التونسيه اش قلت الحكومه التونسيه انا قلت والحكومه الاسلاميه اول ما يشكوا انه بطاقه الاقامه مش صحيحه يثبتوا اقامه صحيحه يعتذروا لي كل مره يا ولادي نظفها هذه عملتها طلبت تونس من فرنسا وقت اللي احنا مازلنا في الجزائر سمعوا بينا طلبوا من النظام الجزائري باش يخرجنا طلبوا من الاوروبيين باش ما يقبلوناش حطونا في الكمبيوتر لكن حكيت ومن بعد عطونا اللجوء وبقات لحد الساعه انا مش هذا مش تحكي مش هذا باش ما نجاوبش في صفي هذيا اللي عطيك اللجوء يوقفك دقيقه سمحنا لا اللي عطيك اللجوء يوقفك الدوله اللي عطيتك اللجوء السياسي توقفك كل مره كل مره نصف ساعه تفضل تفضل حكيت سيد الوزير تفضل تفضل حكيت للسيد الفرشيشي كانت أيوة. نجم توفى في لحظتها أيوة. كان السي بالقسم الفرشيشي مد جواز السفر نتاعو ووراه للعموم علاش على خاطر الصحافي والصحافيين الفرنسيين اللي اتهموه بالحكايه هذه وانت قلت كذبوا معناتها اش قالوا قالوا راهو كان في السعوديه وتعدى على قطر وجا لباريس هو كان ينجم دقيقه بركه لا لا كان ينجم سمحني وعمرنا دخل قطر لا ما وراش الباسبور نتاعو سمحني هو جاء اتهم الصحافيين هذوما قالوا انتوما هما فرنسيين قالوا تتعاملوا مع التجمع ومع النظام البائد واتهم الصحافه التونسيه وقال اي معناتها وسيله اعلام تونسيه تتكلم في الموضوع هذايا نرفع بها قضيه هذايا مش معقول تو انت متهم بحاجه تكذبها اعطينا الادله باه خلينا نتجاوزوا انا ناكد لكم انه هذا الرجل هذا مش موضوعنا مش موضوعنا ولكن بما انه نحكوا على الفساد والاستاذ معناها ذكر هذا الموضوع باش يبدا واضح لدى كل التونسيين والتونسيات على انه هذا موضوع مختلق هذا الرجل شريف نظيف مناضل سياسي خرج لانه الكمبيوتر نتاع الفرنسيس ماهوش منظف تو سامبلومون هذايا وهو مستعد يوريك تفضل يوريك الباسبور نتاعو وتوفى الحكايه وقت يكذب الصحفيين تعقيب سي محمد ومن بعد نجيك عندي سؤال انت سيد بالله كيما نعاود نرجع يمشي شغلته الناس ماهيش الاداره مباشره ولا المنشات العموميه ولا غير حتى الصحافه تشكو فيها فساد كان يحكي سي مندر على الموضوع يا سيدي انا معاك اما زاد كيف كيف راهو ما نبداوش نعملوا معناها زوز مقاييس مقياس واحد للناس كل فما صحافه يمولوا فيها بعض رجال الاعمال عندهم بعض القضايا يدافع عن الحكومه وقلناها وقت نحن اعضاء حكومه مش تتصوروا ما نعرفش من يذكر انا ما شفتش حتى جريده تدافع عن الحكومه على كل حال فما جريده معينه ربما ما نقراهمش كل ما تقراهمش سي محمد ما تلقاهمش في الكيوسك الكل اما فعلا فما جريده هذه لكن فما اكثر من جريده هذه انا سميت واحده بتتر اثنين ما نعرفش سمحوا لي ربما اثنين اما فما برشا جرايد اخرى قاعده تهجم الحكومه وهي حره اما ماذا بينا نعرفوا مناش عايشه ما عندهاش برشا شهر عمومي وما عندهاش برشا شهر خاص وكي نشوفوا حتى نوعيه الورق وطبعا طريقه الاتباع وعدد الصحفيين قاعدين نفهموا اللي فما شكون يمول هذاك علاش نطلبوا من الحكومه مره واحده بالله تفعل لنا المرسوم 116 فيما يخص السمع البصري يلزمنا هيكل تعديلي ساعه يراقب في كثير من الاشياء ويلزمنا نمشيوا للقانون اللي يقول كونه دائره المحاسبات انت كل نهار قلت رئاسه الجمهوريه هي اللي يلزمها تفعل انا هذا شو نقول الحكومه نوضح لك النقطه هذه الحكومه رفضت كونه تسوي الوضعيه نحن عندنا فص 47 من المرسوم 116 سنه 2011 قبل وضع دستور هذا الشيء يقول رئيس الجمهوريه هو الذي يعين هيئه اتصال السمع البصري تبقى لما ورد فصل 7 شروط معينه الى اخره فنطلبنا من رئيس الجمهوريه بعد ان المفروض كان الحكومه لان الحكومه عندها صلاحيه حتى تقترح قوانين غدوة على المجلس وتنجم تنحي الصلاحيه دي رئيس الجمهوريه اما نحن حشتنا بالوفاق لو لم يتم هذا الوفاق طلبنا من رئيس الجمهوريه كونه يمر لتفعيل هذا في السمع البصري تو كنا نحكيوها الصحافه المكتوبه يلزمنا قانون معين يسمح لاداره المحاسبات قضاء هذا مستقل ما عنده حتى علاقه بالسياسه يمشي يراقب لنا كيما الاحزاب السياسيه كيما الصحف من اين لك هذا مهم ياسر رايك انت حر فيه اما كان رايك يطلع وراه كيما دوله في وقت من الاوقات ما غير ما نسميوها
مراكز نفوذ والناس تظهر لنا في وقت من الأوقات الرواهم غير ما سماها ديمقراطية، وهي مراكز نفوذ تحرك باش هذه الديمقراطية الحقيقية في الصحافة. الديمقراطية الحقيقية في الصحافة هي تحرير تحدد الخط التحريري من غير دائرة المحاسبات، ما عندهاش حتى سجل تجاري. عندي سؤال في محمد. لا هو الآن لا تراقب دائرة المحاسبات، يلزمنا تولي تراقب ويلزمها بنص صريح. والسجل التجاري ضروري خاطر النشاط التجاري. عندي سؤال، عندي سؤال، شبي كل مرة تولي النبرة تاع الصحافة النقدية تجاه الحكومة نوليو نحبوا نحاسبوا الصحافه؟ والله بديت باللي دافع الحكومه وانت غلطت سي منذر ربي خليك. لا لا ولا لا 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 سيدي، ما انا بديت باللي دافع الحكومه وانت تعرف على شكون نحكي. لا مش عليك انت، انا هاي قامات تنشر في الصحفيين وقامات منظفه ابيوري نقولوا بالفرنسيس، ومنحي منها فلان وفلان وفلان. منذر ضد تهديد الصحفيين ونحترموا صاحب الجلاله، ولكن فما جزء من الفساد. ما يتقدش مقاومه الفساد بدون قضاء لبس عليه ومستقل، وبدون صحافة مستقلة ولبس عليها بالنسبة للقضاء. خليني ما بالله سمحني خطر توكي ننتهي ونهاية من نوع هذا، كل شيء تحت في الماء. لا أنت قلت من الأول ليس صحافة دفع على رغبة في المساس بحرية صحافة، بالعكس نحترم الصحفيين المحترمين ونحترم المحامين المحترمين وغيره. عندنا في دار الصباح في هذا صحفيين. وفي هذا في طبيعه الشيء اللي صاير في دار الصباح ما عندوش علاقه بالفساد. احكي لك. لا ما عندوش علاقه بالفساد، هذاك عنده علاقه باختيار شخص. هاوكا الاشكال، هاوكا الاشكال فين؟ هاوكا الاشكال التزاوج المغلوط فين؟ لا هذا ملف ولا ملف. لا نحكي لك، خاطر وقت نحبوا نحطوا دين على الصحافه تولي كل القضايا مشكوك فيه. لا لا لو نحترموا احنا الصحافه ما يصيرش هذا. سي نحترموا الصحافة وسامحوني نراقبوا مسألة الشفافية المالية بالنسبة للصحف في العالم. الشفافية في العالم الكل يراقبوها. لا مش نعينوا لهم، لا 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 مش نعينوا لهم واحد خادم واحد اساسي. ايه موضوع اخر سي سيدي، موضوع اخر. حقك انت تندد ونحن نددنا معك سي منذر بالتعيين هذا ومقدور عليها مثل هذه الامور. سي محمد ما نددش به. سي محمد عضو في حكومه ماهوش يقوم يندلك بقرار نتاع حكومه، هذا هو الفرق بيني وبينه. ولكن نحب نقول لك حاجه، راهو القانون لا يمنع مثل هذه التعيينات. حاجه واحده نحب نعملوا اجراء جديد حتى كما نصش عليه القانون، اللي هو فتح باب الترشحات في منصب معين كما هذا بدار الصباح، يتفضلوا الكفاءات اللي ما تورطوش مع النظام السابق 7 8 9 لجنه من المختصين الاكاديميين. كما في فرنسا، كما في فرنسا، كما في تونس عملناها في الوزاره الاولى. خليك من فرنسا سيد وزير، وساعتها سياق اختيار الشخص المناسب. خل فما لجنه المصادره وصارت عليها البلاغ اللي معناها عملته، صارت عليها بوليمي كبيره، جدل كبير. 5 مايو 2012 قال اللي يعني متورطين ولا عندهم مشكله يجيوا يبلغوا على انفسهم خلال شهر ويتمتعوا يعني بامتياز حفظ الهوية وعدم التبليغ عنهم عن العداله. اذا كان هذا هكا كيفاش نقاوموا الفساد؟ يعني انتم اللجنه هذه عيطت لهم اللي عنده مشكله يجي يبلغ وما يتعداش العداله، يعني كيفاش نتعاملوا مع الاشكال هذا؟ على كل حال ما نظنش كان هذا الامر باش يتم بهذا الشكل. فما ناس يلزم يدواف روندور دي كونت للتوانسه، ماهوش يجي يبعث يدفع مبلغ معين اللي هو يعني يهون عليه كما يقولوا ويخرج من المساله بهذا الشكل. انا راى انه هذه مساله يلزم تاخذ مجرى. احنا صحيح ماناش معاه انه كل الناس نعملوا شكوك في كل رجال الاعمال، احنا نعرف انه رجال الاعمال قاعدين يخدموا في الاقتصاد. احنا نعتبر الناس اللي حتى اذا دخلت التجمع وبضغوطات عليهم ما نعتبرش انه كل الناس اللي دخلت التجمع مجرمين في حق تونس. نعتبر انه هناك مسؤولين يلزم نعملوا مسطره نقولوا انا هما اللي اخطاوا في حق الشعب التونسي، والمسطره هذه نطبقها على الناس كل بدون اي انتقاء، سواء كان قريب من نهضه والا من تجمع ولا من نداء تونس ولا نداء التجمع والا غيره. لكن لحد الان ما صار شيء في ملف مثلا رجال الاعمال، ما صارتش حاجه كبيره يعني ما فماش حل. انا نقول سيدي هذا مش قرار سياسي اللي تكلمت قبيل في مساله كاكتوس، هي معناها بالنسبه لكل الملفات يلزم القضاء ياخذ مجرى، واحنا مع قضاء مستقل كيما مع اعلام مستقل. بيتنجحوا الاعلام. احنا انا ما نددت السيدي لاني نعتبر هذا رئيس حكومه ومن حقه من صلاحياته ان يسمي المديرين في المؤسسات اللي تابعه للحكومه. كيفاش؟ مهما كانوا. لا لا مش مهما كانوا. مش مهما كانوا. في قضيه الحال مهما كانوا. في قضيه الحال انا ما عنديش تفاصيل. بالنسبه انا هذا الرجل هذا الرجل شويه لا لا انا بعرف ان هذا الرجل استاذ في الصحافه، هذا الرجل كفء، وبالتالي ما نقدرش نقول فيه شيء اذا كان القضاء ما قالش في حاجه. وانا على كل حال مع انه الاعلاميين هم
اللي يعطيه القائمة السوداء باش ما يكونش الحكومة عندها دور في هذا الأمر. أنا نقول وقلت هنا في التلفزيون مش عارف بحضورك ولا بحضور، أنا نقول ملفات الداخلية ملفات المخابرات يلزمها قانون. كل البلدان اللي كانت ديكتاتوريات ولا ديمقراطيات عملت قانون باش تحفظ أسرار العائلات، ولكن في نفس الوقت يلزم نفعوا الدمال هذه، ويلزم التوانسة يعرفوا كما عرفوا الألمان المخابرات بتاع ألمانيا الشرقية شكون كان متعامل معها وشكون كان يعطي في أخبار. أنا نقول ما فمش دولة تعدات من ديكتاتورية ديمقراطية إلا فقعت لكن فما الآن فما مرسوم 42 نفذ المعلومة لحد الآن أيضا لم يقع تفعيله، يعني هذا مرسوم ينجم الناس تشوف برش حاجات به. أنا نقول هذه مسألة يلزم المجلس التأسيسي ولو يخصلها نصف نهار يناقشوا. إذا كان فما الألمان قالوا إحنا نطلعوكم على تجربتنا، فالمفروض نطلع على تجارب الآخرين وخلنا نفقع الدمالة إن بون فابورتو. إذا كان عندك تعليق شوف باش نرجعوا لمسألة القضاء. إذا كان حاضر الفاصل الإعلاني واضح كان حاضر قولولي في نفس الإطار متاع الموضوع اللي جبته سي إيهاب حكاية المصادرة. المصادرة راهو القانون في أصله الدكري الوالي تعمل متاع المصادرة غلط. غلط علاش غلط؟ على خاطر كيفاش وقعت عملية المصادرة؟ جينا عشرات رجال الأعمال هذوما وخذينا لهم الأملاك نتاعهم، أملاك معناتها دي زونتربريز دي باتريموان دي زاكتيف، وقفناهم وخذيناهم. لكن العمليات نتاع الفساد اللي صاروا زادة تحت الطاولة وصاروا بالمصوات وصاروا بالكاش، هذوك ما نخليهم ننساوهم؟ فما مئات الملايين تدفعوا كفساد مليارات، هذوك ما كاش الكلهم هذوك ما نخليهم على جنب، ولذلك لازم مراجعته القانون هذا. شكون قادر يعمل هذا؟ القضاء ولا القضاء ويلزم انتوما كحكومه لازمكم بوزانسيتي صح بيان سور. هذا هو دونك هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه نكمل فيها في نفس الحكايه نتاع المصادره، هاو ومنش يجي الفساد، هاو لي سورس المنبع المنابع نتاع الفساد، وخاصه في الوقت الحالي المؤسسات المصادره في المجلس الوزاري الاخراني ولا مجلس الوزراء الاخراني بقياده برئاسه سي حماد الجبالي معناتها قالوا راهو 114 مؤسسه سيقع بيعها المصادرين هذوما قبل ما يوفى 2012، هذه تعلن الجمعة اللي فاتت، والمداخيل نتاعها باش تدخل في الميزانية نتاع 2012. كيفاش باش تتم العملية هذه؟ 114 مؤسسة ومؤسسات كبار، خاطر العائلات الفاسدة في عهد بن علي ما خذاوش مؤسسات صغار، خذاو مؤسسات كبار. معناتها كيفاش بتقع عملية التقييم نتاعهم؟ عندكم الوقت الكافي ومعناتها لي زابيل دوفر باش تنجموا تعملوهم، وفي الحاله نتاع الركود الاقتصادي هذايا باش تلقاو فيهم السوم المناسب للمؤسسات هذايا، ولذلك هذاك هو منش يجي وقت اللي تقع عمليه اسراع فهمتي بالطريقه هذايا، راهو تنجم هذيك تخلي حاجات يصيروا هكا دون لا بريسيبيتاسيون تحت الطاوله، ومعناتها ولا بوتي اد لا كوربسيون. مش موافق؟ لا ابدا احنا ماناش باش نلوح ممتلكات الدوله هكذا، لازم نستوفي كل الشروط القانونيه اذا يصيروا بتات، اذا ما كفاش طبعا احنا مش باش نبيعهم. على كل حال فما مؤسسات فما ناس مختصين قايمين على هذا الامر، اذا قالوا احنا قادرين فبها ونعم، اذا كان اتضح انهم مش قادرين طبعا مش حكم قاضي انه يلزم تتم العمليه قبل 31 ديسمبر، اذا بقى نصهم او اكثر او اقل. هذا الان سيد رئيس الحكومه قراه الفلوس باش تدخل في الميزانيه، معناتها معمل عليهم في الميزانيه في 2012. هذا هو اللي مش معقول. بسيطه حاجتين صغار. اولا في موضوع ملف المصادره وبالوضوح الكامل، انت تو باش تحطهم البيع تونيزيانا والنقل وكذا، ثم ناس رجال اعمال عندهم ملفات في القضاء ياخذوا في كاين شارج مصعدين، يلوجوا في كاين شارج وماذا بهم يشريوا. شنو رايكم انتم؟ انه يشروهم فاسدين يعني. هي بيصير. وشكون عنده فلوس توا في تونس؟ ما احتطوش حتى المسائل هذه. لا ما احتطوش. تعيدون انتاج الفساد. سنين. في مخص المصادرة. انت حكومة انتقالية. هذايا عزروا الجماعة كي خذاهم خاطر هما لي فلورون دو ليكونومي تونيزيان تاع الاقتصاد التونسي، عزم عندنا في تونس في الاقتصاد. تجي انت تقول نبيعها، معقول هذا؟ راجعها للشعب التونسي، راجعها للملك العمومي، معقول؟ رجعت الملك العمومي لا مش نبيعها. لا رجعت الملك العمومي مش نبيعها. لكن التصرف فيها مش نبيعها بكل جدوى معناتها كما قال مش نبيعها ما نبيعوهاش. فما شركات الان ما نبيعوهاش سامحني سي محمد قيمتها عالات جدا، واللي كانوا يشكوا في ال1100 مليار
انا نبشركم انه اللجان خدمت وفما اموال اكثر بكثير لانه فما عقارات عديده وقعت اكتشافها مؤخرا وبالتالي حتى اذا كان ما تبعتش السنات بيع العام الجاي ولكن اللي ناكد لكم انه المال العام في ايدي امينه وما يقعش التفريط فيه باي شكل من اشكال المال العام جملة جملة في ايدي امينه يطمنوا لهذا الامر رقم زوز ارقام تفضل وحدك البنك زوزك البنزي في 500 مليار ثوب العقارات اللي فيها وبالبنيات اللي فيها وكذا وحدك المدرسة الأخرى هذيك الكرتاج وكذا كان عندك خبرات يعني سمعوا أن المختصين موجود وعندي تقول باش نبيع هذوما ب 1200 مليار وقت لي تجي تقول باش نبيع هذوما ب 1200 مليار من فضلك من فضلك هذا بالأساس شوية يعني ملك للشعب التونسي إي شوية ما تبيعوش مادام أنت تقديرات غالطة سيدي مش تقديراتي انا تقديرات الخبراء الخبراء اللي ما يزيدوش سياسيا ما تجيش تقول ما زايدش انا سياسيا ما ناخذوش ما زايد سياسيا ما ناخذوش الارقام من الناس اللي تزايد سياسيا معروفه بنك اشتغل من الخبراء الخبراء هم اللي اعطوا الارقام هذه مش حكومه جمله تفضل يا اخي بربي نزيد سياسيا وقت نقول لك راه ما الجماعه القدم هما اللي باش يعاودوا يشريوهم هذا باب المزايده السياسيه لا القدم انتقموا لك لا لا على الارقام سيدي انتقموا لك مش زايد انا انا قاعد نقول لك الوقايع الدامغه دامغه وحذاري خلينا نشوف اذا كان اذا كان حاضر عندنا فاصل قصير بعد الفاصل ناخذ مكالمات هاتفيه وبعد نواصل هذا الحوار ملفات الفساد اذا كان عندنا تليفونات بسرعه ناخذوهم ونخليه التعليق للضيوف ومن بعد نواصلوا ما زال اصلاح القضاء حكينا تو على اصلاح القضاء فما حديث عن قطب قضائي قطب قضائي هو اللي باش يتلقى الملفات الفساد هذي اذا انتم قاعدين تو تسرعوا في وتيره يعني التطهير والمحاسبه كيفاش تتم العمليه وفما ملفات ديجا مشات للقضاء وبعد فما القطب هذا هل الملفات هذه كلهم بعد باش يقع تحويلها للقطب هذا او باش تستناه ومانيش فاهم بالضبط كيفاش على كل حال ما ظهرليش انا هو اللي باش يفسر لك لانه هذا يلزم تسال السيد نور الدين البحيري كان معنا كان يسمع فينا نجم يتدخل ايوه فمش انا اللي باش نعطيك تفاصيل فهمتني ديجا ملفات الفلاحه ما شاء الله مش عبو ربما أيوة. فمش انا اللي باش نعطيك تفاصيل فيما يخص القطب بالنسبه للقطب القضائي اذا كان اذا سي محمد عنده تفسير في الموضوع تفسير يتفضل بعده نرجع لك ما بلي وثيره المساله بتاع المليار و200 مليون بتاع المصادره معناها بصراحه خاطر تو خدنا تجربه صغيره وقصيره جدا في الحكومه راهو اللي يتفرج ديما فارس هذه قاعده معروفه الى اخره وتجي واحد يعد ميزانيه و25 مليار معناها ويقول 6 مليارات استثمارات في المناطق الداخليه راهو يزمو في الاخر يعمل تصور معين ولا يفترض كونه فما مداخيل معينه في افتراض المداخيل هذه اللي خدم المشروع التكنوقراط بعد ذلك سياسي قال لا بد من توفير هالمبلغ هذا من بين المبالغ المصادره اللي موجوده في الداخل اللي في الخارج تجارب في دول اخرى تقول ترجع ما بين 4 سنين ما بين 10 سنين طبعا ما تنجمش تدخلها في الميزانيه تاع 2012 عندك تحت يديك هنا قلنا ساعتها مليار و200 ان شاء الله يقع تفويض فهم خاطر ما عندها حتى مصلحه الدوله وفق تصورنا في المحافظه عليهم تحافظ على قطاعات استراتيجيه كما الكهرباء والماء بعد شركه النقل الى اخره هذه الكل نحن هذه هو تصورنا ان شاء الله ما عادش فما حاجه اسمها خوصصه اما في جديد لواقع مصادرتهم مش الدوله باش تقعد تصرف فيهم بالعكس نحن عندنا نتصوروا تكلفه كبيره وممكن ندخلوا حتى في الفساد ومش هذا دور الدوله كانوا تتصرف في المدرسه الدوليه بكرتاج على سبيل المثال مراش هذه من الاولويات تفويت فيها الخواض ضروري اما تفويت فيها بعيد عن الفساد يستوجب تذكير بك القاعده اللي قلناها لابد من ايجاد اجهزه متعدده تراقب الفساد هذا حتى يكون التقييم هذا في المستوى ان شاء الله نتمكنوا من القيام بهذا الامر وان شاء الله الصحافه تكون واجبه ان شاء الله المجتمع المدني زاد يقوم بواجبه باش ما يصيرش الفساد مع بعضنا كل الاجهزه هذه راهو نجموا نمنعوا كونه يصير فساد نرجع لموضوع مساله القطب القضائي تو حسب ما نعرف حسب التوجه اللي موجود هو عدم تنقيح القوانين والسير في القوانين المعمول بها حاليا ولكن باش تكون في بنايه واحده قضاه متخصصين حكم التجربه اللي عملوها في السنه الفارطه وربما تكوين معين في قضايا ماليه معينه هذا ما يسرع النظر في القضايا ولكن ما زلنا ما وصلناش المرحله اللي باش نعمل يعني فيها القضايا الموجوده الان منظوره كيفاش باش نهزوها مانيش فاهم لا شيء ما يمنع بمجرد قرار هذه ما فيها شيء ما تسجلش وضع قوانين لانه نفس القاضي في المحكمه الابتدائيه بتونس يكون موجود في بنايه اخرى مثلا تاع تخصص اداري توزيع اداري فقط ما يسجلش وضع قوانين يعني هذا باش يتم قبل الهيئه الوقتيه للقضاء العدلي هذا ما عندوش علاقه بالهيئه الوقتيه للقضاء العدلي لانه لن ياخذ راي الهيئه الوقتيه للقضاء العدلي في الموضوع هذا قلت حتى بمذكره نجم تتم المساله هذه وبقرار وزير العدل ما تستوجبش اكثر من ذلك اما كانت تقول لي الحل الامثل لمثل هذه القضايا نقول لك رانا يلزمنا نخمنوا في نص خاص
فما سؤال قاعد يطرح كيف لي في هذا القوانين أن أتصالح مع رجال الأعمال هذه الساعة من ناحية، ومن ناحية ثانية نتصالح ولا ما نتصالحش معهم؟ نتصالح ولا ما نتصالحش معهم قرار سياسي. في تصوري الحكومة عندها شريطها صحيح، أما يلزم تشريك الناس في أقرب وقت وفما تأخر في الموضوع هذا، ساعة في انتهاكات حقوق الإنسان لا تسامح، الرموز فماش تسامح معهم. في موضوع رجال الأعمال فما تسامح ولا فليكن، أما خلي يقولوها معظم الأحزاب، نحن نجم نقولوا نعم بشرط كونه يدفع مبالغ مالية كبيرة. بالنسبة لرجال الأعمال ما نحبوش نرعبوا الناس. أنا قبلت قبل وقت كنت في الوزارة كثير من الجمعيات والتيكا وغيرهم والمسيرين الشبان إلى آخره، ونسمع في الخطاب متاع الخوف، ما نحبوهمش يخافوا، نحبوا رجال الأعمال واثقين في النظام اللي موجود اليوم حاليا، واثقين أكثر من فترة بن علي ويقبلوا على الاستثمار. أما في نهاية الأمر الحكومة هاو شنو الإشكال اللي عملته؟ لحاكمة الناس على قاعدة باش هكا هذاك تحاكم والاخر عرف روحه اللي هو بعيد ومشى يخدم على روحه، ولا سيبتهم على قاعده اللي طالبين سامحني لا مو جريمه هي راه لا مو جريمه قرار صعيب اتخاذه سي منذر. انا بيدي قاعده نتكلم هكا ونعرف قرار صعيب، فما تواصل يقول لك بلا مناسبه تصالح معه سامحني حطه في الحبس وما يرجعلكش فلوس. كمل خلي ياخذ التليفون خاطر تو عندنا تليفون نكمل فكره حتى نكمل بعد خليك تكمل في حق تفضل. اي وي كان حاضر التليفون. مرحبا سي إيهاب. مرحبا سي مصعب. مصعب بن عمار مع سناتق راسي باسم حملة إكبس. أها تفضل. أها قبل كل شيء نحب نتوجه بالتحية لضيوف، نحب نقول اللي حملة إكبس راي مش كما يظن برشا عباد، راي مستقلة تماما عن الحكومة وعن حركة النهضة، ومن يشكك في حملة إكبس من الناحية السياسية وربما يعتبرها لعبة وحسب ما سمعت من أحد ضيوفك لا نقولوا لا، راهو احنا في حركه النهضه تربينا على ان نكون تونس قبل الجميع، ومع الثوره تربينا انه الثوره قبل الجميع وقبل الاحزاب، وبالتالي خرجت حمله اكبس باستقلال تام عن جميع الاحزاب وعن جميع التيارات السياسيه. علاش خرجت الحمله؟ علاش خرجت الحمله؟ شنو السبب؟ الحمله خرجت للضغط على الحكومه وللضغط على المجلس التاسيسي وعلى رئاسه الدوله للمضي قدما في تحقيق اهداف الثوره اللي راهت باطئه كثيرا، وما عادش بعدنا ياسر على تحقيق اهداف الثوره، ونراو اللي فيها بطء كبير. وانا بالمناسبه ما نحبش نتوجه للضيوف كل حاجه بالسيد الوزير ومن وراه الحكومه. سيد الوزير نشكركم على بعض الملفات اللي فتحتوها، لكن هذا لا يعتبر شيئا امام ملفات الفساد التي يعلمها الشعب التونسي كاملا. يعني هذا غيظ من فيض. سيد الوزير والحكومه لا تلتفتوا للذين امامكم والذين وراءكم والذين تحتكم، سيزايدون عليكم ليلا نهارا وسيدعون محاربة الفساد، ولكنهم سيخترقون الحجج لمسردة الفاسدين. افتحوا الملفات، حملة إكبس ستضغط عليكم وستتوجه إليكم وزيرا وزيرا، مسؤولا مسؤولا، من أعلى مسؤول في الدولة إلى أبسط مسؤول فيها. سنجابهكم بالملفات وبالأسماء وبالحقائق وبالوقائع، وسنضغط عليكم في الشارع وبكل الطرق السلمية. إما أن تفتحوا جميع ملفات الفساد أو أن الشارع سيتحرك ضدكم، أو وإذا فتحتموها سنكون داعمين لكم، ولن نتوانى عن دعم الثورة وعن محاربة قوى الردة بإذن الله. باه شكرا لك، شكرا. خليك كمل فكرته مسيل باه لإتمام الفكرة. من حسب رأينا من يتخذ القرار في هذا الموضوع الصلح والمصلح، إذا مشينا ساعة في توجه لقانون معين خاص يسمح بالصلح في بعض الجرائم المالية، أول حاجة لازم يكون السياسي موجود باش يقول هذا نسامحه وهذا من كثرة ارتكاب الجرائم لن نسامحه. وهم لهذا يجب يكون راجل اقتصاد موجود يقول هذا ناخذ منه مليار، اما هذا يجب ناخذ منه 100 مليار وباهين معه. طبعا هذا لن يحددها راجل السياسه، يجب ان يحددها راجل الاقتصاد. راجل السياسه العداله الانتقاليه وراجل الاقتصاد يقول المبلغ نتاع الصلح هذا اذا مشينا اصلا في الصلح الثابت كون لازمنا ناخذ قرارنا اليوم، ما كانش خلي القانون العادي ينطبق. من ارتكب جريمه يتحاسب وكو ساعتها، فما سجون تستنى، فما عقوبات تستنى، وهذا هو الموجود وصارت في عديد الدول يتحملوا مسؤوليتهم، ورجال الاعمال اللي ما تورطوش ما عندهم علاش يخافوا. الحمله نتاع اكبس نوجه تحيه للخيانه هذه، ماناش ما نمشيوش نحن على الاقل كمؤتمر الجمهوريه بنظريه المؤامره، نشاركوا ما نشاركوش قاعدين ندرسوا فيها، اما كي تجي من الولاد حركه النهضه رانا نكونوا فرحانين، حاجه باهيه برشا، نحبوا ديما كما قال السيد نحبوا على ارض الواقع، الدوله قبل الحزب، كي يضغطوا على حكومه اغلبيتها من حركه النهضه نقولوا لهم يعطيكم الصحه، وبالمناسبه حتى اللي يحب يصلح ويخاف من نتيجه الاصلاح، وقلت لك اللي فما بعض الوزراء يراو يخافوا من ردود فعلك، تقول لك تحلي الباب هذا وتحلي الباب هذا وتحلي الباب هذا، يصبحوا في وضعيه خوف. نحن قلنا لهم سابقا لا تخافوا، اليوم كي يقوموا لهم شباب كي يقولوا لهم رانا وراكم في تصور يعطيهم الصحه، نقولوا لهم ما ناش ماشيين نظريه مؤامره وواصلوا. نعم انا نحيي الاخ على كل حال، انا نقول له انه ما فيش تردد في مقاومه الفساد، قال اي ما فيش تردد ولا حتى بطء. اللي لخيان هذه لازم يعرفوه،
أنه مقاومة الفساد يلزمها تكون باحترام الإجراءات واحترام القانون. الأخ خويل يتكلم الأستاذ على الضيعات الفلاحية. الضيعات الفلاحية سيدي هذا موضوع أول اجتماع عملته بعد أقل من 24 ساعة من اللي شديت الوزارة هي مسألة الضيعات الفلاحية. ولكن يجب رجعنا 35 ألف هكتار الآن. وبالتالي احنا قاعدين نقاوم في الفساد. فقط الشهر هذا غير ال 35 فما 10-15 ألف هكتار وقع إرسال تنبيهات، والتنبيه هذايا الإنذار يعطي مهلة قانونية ما نقدرش إن نختصرها. وإذا ما احترمناش الإجراءات سيدي المحكمة الإدارية بالمرصاد، وللأسف قبلي أنا المحكمة الإدارية كسرت زوز قرارات متاع إسقاط حق. لماذا؟ لأنه موقعش احترام الإجراءات. فبالتالي إذا نتسرع، إحنا نريد نسرع، إذا نتسرع فما اختر أن الناس هذوما يرجعوا وفي ديهم حكم قضائي ويعتبروا روحهم أنه كسروا قرار الوزير ولا وزير أملاك الدولة ولا وزير الفلاح. إذن إحنا نقول مقاومة الفساد ما فيهاش حتى تردد. ظهر لي سمعته أن وزارة التجهيز كذلك أحالت على القضاء ملفات عديدة المدة الأخيرة، أحالت على القضاء ملفات عديدة وملفات ثقيلة. أنا أقول سيدي أهداف الثورة صحيح، من أهم أهداف الثورة مقاومة الفساد، ولكن أهداف الثورة كذلك يلزم نتلهاو بالتنمية. أنا نقول من أهداف الثورة في وزارة الفلاحة مثلا أنه مسألة الأمن الغذائي. تصور ويزم يعرفوا التوانسة أنه تقريبا كل زريعتنا جاية من الخارج. تصوروا التوانسة صيف من غير دلع مثلا، لأنه كل الزريعة متاع الدلع. البطاطا نستورد في 22 ألف طن سنويا. تصور لسبب أو لآخر يمنع علينا زريعة البطاطا مثلا. أنا أقول كذلك من أهداف الثورة مش باش نزيغ على مقاومة الفساد، ولكن كذلك يلزمنا نحقق أهداف الثورة. أنا هاتف أنا تليفون آخر من بعد تنجيوك. تفضل تفضل. عسلامة. عسلامة سيدي. مرحبا بك الشاب يقول رجل أعمال من نابل. تفضل. مرحبا. مرحبا بك سيدي. أنا نشكر سي منذر وسيد الخبير جنبك قام فعلا بوضع يده على اصل الفساد واصل المشكل. ونشوف للاسف شديد الاخ محمد عبو رغم نزاهته ورغم كل شيء جهله تماما، ولا ممكن عنده حسابات سياسيه كان يجهل ولا يتجاهل ما يشهده الفساد بتونس لحسابات سياسيه. انا عجبني موقف سي منذر يعطي الصحه وعجبني الخبير. ولي ملاحظه قد تكون اعضاء الحكومه الحاكمه هم يعرفها الجميع انهم من فقراء المجتمع التونسي، وجهلهم لمن يديرون الفساد من الاغنياء او من الفقراء الذين اصبحوا من الاغنياء في رمشه عين باحتكاكهم بعصابات التوريد وعصابات البنكيه والعصابات العقاريه في الحكم السابق قد يكون السبب الوحيد. خاطر انه تشوف وزير يحكي على 500 دينار و 600 دينار ويجهل تماما الفساد الفادح لعصابات السراق من ثابتسيه وزبانية نتاعهم. من ما تكلم حد على شريق جرايه، ما تكلم حد على الهادي شيداني، ما تكلم حد. انا كرجل اعمال نعرف رجال اعمال الفاسدين ومازالوا يرفعوا باموالهم ومليارهم، والحكومه قالت لا تدخل في مش فساد. يا اخي احنا ما حاجتناش نشوف له 500 ولا حاجتنا حتى شيء، حاجتنا برجال اعمال الكبار الفاسدين. انا كمصدر وكرجل اعمال نشوفهم يرفعوا وعندهم امتيازات وسيارات فخمه وقصور وكاين مش اي مفهوم، ينتهكوا في حقوق الشعب، ينتهكوا في حقوق الثوره. وسي منظر وسيد خبير بجنبك يعطيك الصحه بارك الله فيك، رغم انتم من حزب نداء تونس ربما من حزب معارضه، اما بارك الله فيك. شكرا لك. ما رغبكمش الحكومه وحد يديك على المشكل بالذات. ونتاسف سيد رجل الفلاحه وسيد منظر ما جاهلوا تماما معرفات الفساد تماما، نخرج عليهم هو مشكلة انت. شكرا شكرا. وصلت الفكره. تفضل سيهاب. اجابه على سؤالك على المنظومه القضائيه، المنظومه القضائيه راهي ما تكفيش وحدها. قبل المنظومه القضائيه عندنا هياكل نتاع حوكمه ونتاع رقابه في تونس يجب يقع معناتها تفعيلها ومعناتها الوجوب اصلاحها. تو عجبني سي محمد عبو قبليك يحكي على دائره المحاسبات وجبدها في العديد من الاحيان. دائره المحاسبات هذه من اهم الهياكل نتاع الحوكمه ونتاع مقاومه الفساد ونتاع مراقبه مصاريف الدوله. دائره المحاسبات فين اليوم؟
اسكو عندها قيمتها؟ مثال صغير توا نستغل الفرصه انت موجود معنا سي محمد عبو، دائره المحاسبات هزت رابور تقرير سيد رئيس الجمهوريه قالت له راهو ثم البعض من التجاوزات في تمويل الحملات الانتخابيه، منهم تجاوزات اللي صاروا في سيبير معناتها قرابه 147 مليون على الفينونسمون بوبليك، تصرفوا منهم نعرفش 144 مليون ما عنديش لي جوستيفيكاتيف. انتم قلتوا الدفتر ضاع ودفعتوا غرامه وفات الحكايه. لا معلوماتك غلطه. لا فسرني، لا انا نتسائل، انا فيش سمعت ونتسائل. لا انت خبير ما تمشيش تسائل. لا لا نتسائل، خاطر مش واضحين. لا ماهمش واضحين. دونك انا شخرا انا ريت انا خبير اعتمدت على الرابور نتاع الكور دي كونت هذاك هو فعلا. عندي انا اللي فيه المصداقيه. يعطيك الصحه ما يلزمني نجاوبك مباشره قبل ما تجاوبني. قبل ما يسمحني نجاوبك. دونك فهمتني اللي انا باش نحكي لك اللي لا بيرسيبسيون شو فهموا العباد في تونس؟ فهموا انه معناتها فما فلوس تصرفت في فينونسمون بوبليك سون جوستيفيكاتيف، الدفتر قالوا ضاع. باهي الدفتر ضاع ما يكفيش، على خاطر الدفتر ضاع انتم نورمال هي هي هبش نعطيك الكلمه. بالمناسبه صبينا الملف حبيت نعطيك الكلمه لذلك، هبش نعطيك الكلمه. ما قلتوش اللي صبيتوا الملف، ما قلتوش اللي صبيتوا الملف، سمعنا الملف ضاع لكن ما سمعناش اللي يعطيكم الصحه في السؤال هذا. لا خلينا نكمل بالله وجاوب. خلي يجاوب خلي يجاوب خاطر عندنا تليفون يستنى. اذا ضيعت الدفتر عندك حساب بنكي تخرج لي ريلفي بونكير نتاعك. يعطيك الصحه كانك حاضر معنا والله العظيم. لا نتسائل سيدي هاو كيفاش؟ هذه سؤال مهم ياسر، نحن معنا صحافي ومعنا خبير في الماليه، والسيد كان يحكي توا قال سي محمد عبو وزير الفلاحه قالوا ما فماش فساد، وعيب عليه خاطر توا كان يتفرج، مازال كان يتفرج توا، ونحن نحكيوا على الفساد اللي زاد بعد الثوره، نعاود له المره الالف عيب عليك. اما ذا يقولوا انسان بسيط والله الله اعلم، شو هو صحافي محترف. مواطن احترموه. انسان بسيط معناه غير مختص. رغم دافير غير مختص، مش دور الاعلام غير مختص في المسائل العالميه. انا معايا سي هاب الشوش وما ادراك. تو يقول لي ما عرفتش يا سيدي هو المشكله فيش. لا ما سمعتش قلنا سمعنا اللي ضاع الدفتر وما سمعناش اللي رجع. اما خلل في وسائل الاعلام فما مشكله معينه واش فما؟ فما اخرجنا للناس قلنا لهم بصراحه راهو دائره المحاسبات ما حبش تقبل منا الفواتير اللي هي مطابقه بالضبط المصاريف على اساس فما خلل شكلي معين يتعلق بغياب دفتر مؤشر من الهيئه نتاع الانتخابات. هذا هو سبب الرفض نتاع دائره المحاسبات. فماش حاجه اخرى في الموضوع، ما قلناش راه ما عندناش فواتير. الناطق الرسمي كي قال الكلام هذا قال فواتيرنا مطابقه للقانون. الصحافه جزء منها بارك الله فيها من السبب هي تعرفوا خذات جزء فقط ونشرته 100,000 مره. الانصار نداء تونس بارك الله عليهم خدموا في الموضوع هذا على الانترنت نزلوا. نهار كي هبط الخبر بوضوح قال سي سوينا الوضعيه الفواتير هذيك بارك الله فيها دائره محاسبات باجتهاد منها قبلت منا الفواتير وقدمنا لها دفتر اخر غير مؤشر وماهوش شرط مخصوص عليه هو في المرسوم تاع 10 مايو 2011 فبارك الله فيهم قبلوا. ساعتها الخبر هذا ما دارش بالكل، الاخبار الباهيه ما تدورش. ولا نفهم ولا نفهم علاش ما دفعتوش غرامه؟ لا الغرامه هذيك خطيه هذيك تنجم تعترف. دفعتوها ولا الغرامه؟ التزمنا بدفعها عندنا اجل تاع كان دفعوا غرامه ساكن غالطين انتم. طبعا غالطين طبعا غالطين خاطر دفعنا بعد الاجل غالطين واعتذرنا للراي العام على الخطا نتاعنا. ما حبيت نقول لك هذا فرق بين خطا من قبيل دفعت الملف نتاعي مؤخر وسبب شكلي ما قبلتوش دائره المحاسبات وبين كوني لا قدر الله 148 مليون ما جبش الفواتير نتاعها كلمه بارك ربي يخليك. حبيت نقول وقت خرج الاخبار هذا اللي سوء الحظ ما خذاش الرواج نتاعو فهاو نوضحوا اكدوا عليه لا والسبب راه معروف. السبب معروف كونه حركه او حزب المؤتمر الجمهوري يتحدث بشكل دوري من وقت الحمله الانتخابيه على الفساد والمال السياسي الى اخره. طبعا ديما نقولوا داخليا رانا نهار اللي نغلطوا ماهمش يرحمونا. انا عندنا غلطه شكليه عندنا تليفون يستنى وبعد عندنا تليفون وبعد نرجعوا هاتون نعطيك اجابه صغيره على حكايه الاعلام. ولات واضحه تفضل. وي نسمع فيك. الو عسلامه. عسلامه سيدي. سي محمد العيادي. ايوه محمد العيادي عضو باللجنه الوطنيه للثقافه الحقائق سابقا. مرحبا. مرحبا. في اياد عندي ملاحظه شكليه كنت اود انك تكون وجهت دعوه لاحد اعضاء اللجنه الوطنيه للثقافه الحقائق حول فساد الرشوه. احنا حلينا التليفون هذاك علاش خاطر من البلاتو ما يهزش اكثر من 4 من الناس. باختصار للوقت حبيت نعمل ملاحظه في ايه السيد الوزير محمد بن سالم يقول انه القطاع البنكي والمالي لن يكون محل اهتمام من طرف اي كان والملفات الفساد في القطاع هذا ما قاش يعني الاعتناء بها. نحب نذكر السيد الوزير ونذكر عموم الساده المشاهدين انه التقرير بالاطلاع على تقرير اللجنه الوطنيه للتقصي الحقائق حول رشوه الفساد اللي يتضمن 16 فرع يتبين ان التقرير هذا تضمن الفرع الثامن خصص القطاع البنكي والمالي وان التقرير تضمن ما لا يقل عن 30 عينة من الملفات ذات طابع مالي وبنكي حالتها اللجنه الوطنيه لتقصي الحقائق على القضاء.
ونجم نستعرض لكم بعض الملفات وهي ملفات تتعلق بتحويل وجهة قروض بنكية لمآرب خاصة، تصرفات غير شرعية في السيدات التونسية للبنك، تصرفات غير شرعية في البنك الوطني الفلاحي، تجاوزات في بنك سماء إفريقيا للدولي، تجاوزات ضمن البنك الترانسي التونسي، استغلال أحد مقربي علاقاته المحصول على لدى البنوك، إسناد صار الرئيس السابق صفة غير مقيم من قبل محافظ البنك المركزي، حول اقتناء الأنظمة المعلوماتية، ظروف التفويض في مساهمات بنك الجنوب لسهر الرئيس، امتلاك بعض أفراد عائلة الرئيس السابق لعقارات وحسابات بنكية بالخارج، وإلى غير ذلك من الملفات ذات علاقة بالقطاع البنكي والمالي التي اعتنت بها اللجنة الخاصة، اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق وحالتها على القضاء. هذا بخلاف سائر الملفات المتعلقة بالفروع الأخرى المتعلقة بالتفويض في الشركات العمومية الخاصة بقطاع الاتصالات والقطاع السمعي والبصري والإزمات وإلى غير ذلك من الملفات التي اهتمت بها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، لكن للأسف لم نلاحظ متابعة من هذه الملفات ولم يشاهد عموم الناس نتائج هذه الملفات، باعتبار أن هذه الملفات الآن في عهدة القضاء. وأعتقد أن تشعب هذه الملفات وتعاقدها يمكن أنا نكون عند حسن من حبس يعني نقول حاجة أخرى، أن تشعب هذه الملفات كان وراء التأخير في هذه الملفات، ونحن ننتظر نتائج هذه الملفات التي أحالتها اللجنة، علما بأن الملفات التي أحالتها اللجنة على القضاء والمتعلقة بملفات ثقيلة موجودة لدى القضاء تنازل 420 ملف، وبالتالي فإن ظهور هذه النتائج لدى عموم الناس سوف يساهم في إفساء يعني نوع من الأريحية لدى عموم الناس، باعتبار أن الناس تستمر في النتائج في متابعة الملفات والفساد. ثم أنه مكافحة الفساد والرشوة عندي ملاحظة منهجية اللي هي راهي ماهيش مزية أعطتها لنا الثورة فقط، بأن تونس صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة منذ سنة 2003، والاتفاقية هي ألزمت تونس ب تونس ملتزمة بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، وبالفعل لنا في تونس إطار قانوني متكامل تم بموجبه إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ونحن نتمنى أن يقع التفعيل المرسوم عدد 120 على أرض الواقع، وذلك بالإسراع في تكوين مكونات هذه اللجنة على أرض الواقع حتى تتمكن من التعهد بالـ7000 ملف موجود ورثتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة. شكرا لك. بربي دقيقة ديما باش ما نقعدوش ديما حكاية الإعلام، راهو فما مثال بسيط في الإعلام، كي جيت ترى مخر يحكي عليه الإعلام، كي جي في وقته ما يحكيش، يعني كي صارت مشكلة حكاية ما نعرفش، راه فما يمكن يكون فما صراع سياسي تعرف يتصيدوا السياسيين في الأخطاء بعضهم، ولكن عادي إذا كان صارت مشكلة بالنسبة للمؤتمر اللي بشفافية عادي باش ياخذ يعني صدى واسع في الصحف، إذا قامت بواجبها يمكن تاخذ صدى صغير ولا ما تاخذش صدى، هذا من ناحية صحفية والإعلامية، من ناحية سياسية ذاك شيء آخر. أنا نشكر الأخ على الإضافات اللي قالها، ولكن اللي محصلش لحد الآن وهذا اللي قصدته أنا أنه تصير أوديت، يعني اختبار من طرف مؤسسات مختصة، تدقيق من طرف مؤسسات مختصة. اللي قامت به اللجنة تقصي الحقائق هو ملفات العائلة، للأسف الشديد الفساد يمس أوسع برشة من العائلة متاع الرئيس، فما شريحة كبيرة جدا كانت مختلطة الأمور بين السلطة والمال ورجال الأعمال، للأسف هذا اللي باش تظهروا الاختبارات والتدقيق اللي المفروض تقوم به مؤسسات مختصة، وإذا لزم تكون حتى من الخارج، لأنه للأسف ملفات ثقيلة يزم يصير معناها طلب عروض ونجيبوا ناس مختصين ما عندناش ما نخبيه، يلزم كل التوانسة يعرفوا كل الملفات. وهذه فيها رجال أعمال، يعني الملفات هذه رجال أعمال كبار. إيه إيه لكن توان من نحكيكم قبيلة كابسي محمد يعني ما عارش نصالحوا معاهم باش نحاسبوهم باش نعملوا. فما الناس اللي معناها أجرموا في حق البلاد واختلسوا المليارات هذوك ما معهمش حساب. إحنا نحكيه على بعض رجال الأعمال اللي تورطوا اللي نعتبرهم حتى ضحايا، ربما استفادوا، المفروض مثل ما قال سي محمد يقع معناها فرض عليهم أداءات خطايا يخلصوا للشعب مخذوه، ولكن فما فرق، ما يزمش الناس نحطوا الناس الكل في شكارة واحدة، فما ناس أذنبوا سرقوا البلاد بشكل مغلظ، هذوك يلزم القضاء ياخذ مجراه ويلزم التوانسة يعرف، ما نقعدوش نحكي على الموضوع. أنا اللي نحب نقوله خلاف اللي ما قاله الأخ المتحدث في المرة الأولى واللي ما كانش عندي فرصة باش أرد عليه، إحنا ما نتستر على حتى حد على الإطلاق، إحنا المفروض نعمل مسطرة
ونطبق المسطرة هذه على الناس الكل. وبالنسبة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هذه مرسوم 120 قاعدة مش مسطرة، حتى المسطرة لأن المسؤولية الفردية المسؤولية الشخصية نعم ماشي جماعية. لا أنا بقول جماعية منطق المسطرة هذا. لا شو معناها مسطرة؟ نعمل اللي فهمته من كلامك سيدي يقول في الفرنسوية الزوز عندهم نفس لا لا ما عندهاش نفس المعنى. احنا مش نعملوا المسطرة بالدرجة سي محمد وانت سيد العارفين تعرف ما عندهاش نفس المعنى. ان شاء الله فهمتك مش المسطرة نتاع المعلم جوزنا بالك في بالك انت مش بالك مسطرة المعلم نتاع المذب. لا ولا هذيك العصا ما يعملوش المسطرة جوزنا سي محمد فهمتني ولا احنا لا قلنا عصا ولا قلنا مسطرة يبدا مذب مدار ما يصيرش. سيدي احنا قلنا نعمل قواعد نطبقها على الناس الكل، ما فمش واحد على راس وريش لا مسؤول قديم ولا ممول ولا يحزنون. كما قلنا قبيله على راس وريشه انا اقول قلنا ناس تحوس البلاد على راس وريشه. سيدي سيدي اللي يقوله لك واللي التوانسه يلزم يفهم انا زميلك في الحكومه متفقين في هذا سمى ناس على راس وريشه وحبسوا في البلاد على كل حال يعكرون للسلطان العام ما ويعتدوا على مقرات الاحزاب ويستعملوا في العنف. سيدي اذا سمعت كلامك اذا سمعت كلام هذوما هم المفسدين تتصور من انا المفسدين هم النظام السابق وازلامه هذوك المفسدين هذوك اللي كلاو موال التوانسه الصحف الصفراء توا هذه ما همش مفسدين الصحف الصفراء والاعتداء على مقرات الاحزاب ما همش مفسدين سيدي والاعتداء على المنظمات القوميه ما همش مفسدين. شفت خلطوا توا لا لا بدينا خلطوا في كل شيء احنا في بالي سيدي انا ما عندي حتى يعرفوا الخمس والعام هذا ويعرفوا شعب سيدي كل. ما فمش موضوع ما نناقشكش فيه احنا نحكي الان على الفساد ورجال الفساد تحب نستفزك اكثر هم جماعتكم هم النظام السابق هم التجمعين السابقين جماعتي مش النظام السابق سيدي هذوك اللي كلاو ولدي سيد اسمعني اسمعني شوي تحكي على المدبية وعصابة المدبية احنا نحكيو الان ما نخرجوش على الموضوع نحكيو على الفساد الفساد ما يقف قدامه حتى عد فقط فقط يلزم احترام الإجراءات القانونية. صحيح. الدولة سيدي اللي نحب نبناها هي الدولة تحترم القانون. بربي المرسوم 120 ما جاوبنيش عليه. بربي لا لحظة لحظة سيدي. لا لحظة سيدي. لا لحظة سيدي. لا لحظة سيدي. بابش خليك جاوب. أنا باش نقول لك حاجة. تفضل. النظام السابق والتجمع وما نعرفش هذا شنو هو. رئيس الجمهورية في المؤتمر نتاعو قال أنتم التجمع جديد وأنتم تخرجتوا من الصالة. مش أنا. رئيس الجمهورية دكتور مصطفى مرزوقي قال أنه أنت التجمع الجديد. الشعور المتفق. داكور مش انا راه في الجمع الجديد مش انا احنا في الجمع الجديد مالاش احنا يدينا نظيفه سيدي ما يظهر لك احنا احنا يدينا نظيفه سيدي من باب الحجه لنفسه لا لا احنا احنا يدينا نظيفه والتوانسه يعرفوا هذا وانا نقول لك الفاسدين الفاسدين قدامهم ايام سودة لانه الثوره أهداف الثورة ماضية إن شاء الله أحب من أحب وكره من كره إن شاء الله معاش وزير في الدرجة أنا أقول لكم ما يفيدش فيهم مدافعين إن شاء الله وزير في الدرجة ولا محامين ولا خبراء يستروا عليهم على إن الإطلاق إن شاء الله معاش وزير في الدولة وعنده زوز ثلاث الهيئة الوطنية اللي مكافحة المرسوم اي هو راينا هو راينا المرسوم هذاك لابد من تفعيله منصوص هو في الاتفاقية في سنة 2003 على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة أنشأت هذه الهيئة المستقلة نظريا بالمرسوم عدد 120 سنة 2011 لابد المرور لتفعيلها بصلاحياتها تلك بما في ذلك صلاحياتها علاش لم يقع تفعيلها بما في ذلك صلاحياتها بين ظفرين القضايا رأي الخاص ما نجموش نقاوم الفساد بعد الثورة فقط بالقضاء ومش بالرقابة الإدارية فقط لابد من صنف ثالث من الرقابة وهي الهيئة المستقلة فأنا نضم صوتي سي محمد العيادي فعلا نحن نطالب بتطبيق المرسوم هذا 120 وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد أم توا يقع تفعيل وإن شاء الله هو مازال فما نقاشات نحن ندفع في هذا الاتجاه على في قلب توا حرب على الفساد نعرف طولنا شوية إن شاء الله نحن ندفع في هذا الاتجاه وإن شاء الله الحكومة تستجيب لهذا الطلب مسألة أخرى ثانية خاطر ما نشوفش شنو فيها الحصة هذيا وما نقولوهاش نعاود نذكروا للمرة الألف راهو الفساد مش موجود في الجهة الرسمية فقط نحتاطوا منه في الجهة الرسمية في مشروعنا اللي حطينا واجب التصريح وما قلتوش محمول على رؤساء الحزب الكل هذه واحد الرقابة وتتبع النمو والثروة موجود حتى بالنسبة لرؤساء الأحزاب ونحب نعرفوا الأحزاب السياسية اللي تعمل فيها حفلات وإمكانيات كبيرة من أين لك ذلك داخلين على قريب على الانتخابات نحب نعرفوا الأحزاب اللي مازالت اللي قديمة منها واللي مازالت كي تعملت البارح في الأيامات من أين جاءت بالأموال خاطر نحن ما ضيعت الدفاتر بتاعها لا الدفاتر حكايه كبيره اما الدفاتر بالمناسبه وانت من المفروض من المختصين راهو تعرف معناها يعطيوك دفتر فارغ
يحطوا فيه واحد اثنين ثلاثة نيميروتي تعمل ملاحظة مساج مساج ويحط لك فيه الكاشي، لكن في نهاية الأمر لو احتفظت بالدفتر لسجلت فيه ما أردت. نحن ما أردنا سجلناه في إطار آخر وما نحبش ندخل معك في تفاصيل. لماذا فقدنا هذا الدفتر؟ عنا تليفون. نعاود نذكرك سامحني ربي خليك فيما يخص الحساب هذه التي أنا مصر أنها من أين لك هذا؟ لا لا ستشوه وتدمر الحياة السياسية على قريب إذا بقات خارج الرقابة عم تجيها يا سيدي مستقلة عندها ما يكفي من الصلاحيات. أنا هو التليفون محلول اللي تجبده يا كان بيتكلم نجم يتكلم في المحاسبات وتراقبهم وتقول لنا من أين أتوا بهذه الأموال، ولا هما تمت جمع من هذه الأموال في إطار المرسوم منظم الأحزاب ولا خارج. ومرة واحدة يجي نهار ويحبوا نعرفوا رجال الأعمال اللي يتبرعوا، كي تبرع الحزب السياسي ماناش خايف، حط لنا اسمك خلينا نعرفوك علاش تبرعت. وبالمناسبة راهو بالمناسبة سي هاب وصديقي ذكر فيه بدفتر لمسألة شكلية، راهو جاونا دوروا نرجعوا للدفتر تاعنا. لا ما يسالش، أما قلت للمواطنين شنو قيمته الدفتر ذي ما عندوش قيمة عملية كبيرة برشا. ربي يخليك، فما شكون جانا ممن له ملفات مع وزراء تبعين المؤتمر من الجمهورية وقلنا السبب هذا كيف لعدم قبول التبرع، وفما شكون جانا وهو من القائمة نتاع ناس مورطين ونعتقدوا اللي هو بريء إن شاء الله ربي يثبت البراءة نتاعو محاليا ما داموا من المتهمين ما نقبلوش منه، وفما شكون جا وحكي على شروط وقلنا له لا، وهذاك علاش في وضعنا المادي صعيب مقابل الناس يقبلوا ما غير ما يشوفوا تليفون. خلينا نشوفوا عندنا تليفون وبعد نرجعوا للجنة تقصي الحقائق وبعض الملفات وين وصلت بالضبط. تليفون سي محمد مزام. مرحبا. مرحبا بك. عايشك. مرحبا بك وكل المشاهدات والمشاهدين. مرحبا. وفي الحقيقة خلينا نقولوا انه ملف الفساد هو ملف متشعب وكبير في بلادنا، وتعرفوا انه في ظل النظام السابق الفساد راهو صار مختلف اوجه الحياة، مش فقط الاقتصادية بل مختلف اوجه الحياة السياسية، القضاء تخلوا الفساد، الاقتصاد تخلوا الفساد، الاعلام، الادارة، حتى الرياضة تخللها الفساد. يعني هذا اللي يفسر انه استحقاق اساسي من استحقاقات الثورة كان مقاومة الفساد ومحاسبة الفاسدين. واليوم نحن يعني بعد أكثر من عام ونصف على مرور الثورة، والشعب التونسي ينتظر في إجراءات ملموسة لتحقيق المطلب هذا اللي هو مقاومة الفساد ومحاسبة الفاسدين. ونقولوها بكل وضوح أنه الحكومات المتعاقبة الكل سواء حكومة غنوشي سواء حكومة صايب سبسي أو الحكومة الحالية ما قدمت للشعب التونسي حتى تقدم ملموس في الملف هذا. بحذاكم اليوم وزير في الحكومة هذه، وللأسف يعني كانت تدخلاته كلها تدخلات عامة. ساعات نحن نسمع أعضاء في الحكومة ولا حتى في مؤسسة رئاسة الدولة ويعني ونظن أنفسنا أمام جمعيات حقوقية تتكلم. كان من المنتظر ونعتقد أنه كل المشاهدات والمشاهدين اللي تفرجوا في الملف الليلة كانوا ينتظروا من وزير أنه يقدم معطيات ملموسة. للأسف نشوفه يعني في كلام عام، نشوفه في رمي الكرة مرة للمعارضة، مرة للإعلام، مرة للقضاء، مرة للمجلس التأسيسي، وكأنه توا وقتين الوزير يتكلم يقول نحن ننتظر في قانون يصدر المجلس التأسيسي. يا أخي المجلس التأسيسي شكون فيه؟ هل أنه مجلس تأسيسي ينتمي لبلاد أخرى؟ في مول الحكومة يعني حكومة الائتلاف الحاكم هي اللي مسيطرة على المجلس التأسيسي، وإذا فما قوانين تتعدى لازم تتعدى عبر موافقة الأغلبية هذه. نحن كنا ننتظر انه كنا كقوات سياسيه او كشعب تونسي كنا ننتظر انه نشوفوا باعيننا مسائل ملموسه، واكيد انه كل الحضور وكل المدخلين بالهاتف اكدوا على في كل المجالات ما زالوا يعني طليقين وما زالوا يتمتعوا لا فقط بحريتهم بل يتمتعوا يعني بالمنافع اللي اكتسبوها بالفساد هذا. الناس اللي كانت فاسده في المجال السياسي اللي زورت الانتخابات واللي قمعت الناس ما زالت طليقة، بل بالعكس نشوفوا في أنهم يترقوا ويحتلوا في مناصب عليا في الحكومة هذه بالذات. الناس اللي يعني قمعت وعذبت وقتلت ما زالت طليقة وما زالت تترقى وما زالت موجودة في أهم المفاصل خاصة في الجهاز الأمني. يعني الرجال نحن نقولوا رجال العمايل اللي استفادوا من علاقاتهم ومن فسادهم ما زالوا طليقين. نحن الحقيقة فما مؤشرات خطيرة وهذا يتقال في كل يعني أرجاء البلاد أنه اليوم ملف هذا يتحول إلى ملف تم التعامل معه منطق العدالة الانتقائية. نحن قاعدين نشوف في مؤشرات خطيرة أنه اللي ترضى عليه الحكومة يعني يتم إطلاق أيديه، واللي ما ترضاش عليه الحكومة
يتم تهديده بالملفات، ايش معناها يدخلوا وزراء ويقولوا نحن عندنا ملفات ويهدوا بهم، سواء كان هذا في المجال الاقتصادي او في مجال الاعلام او حتى نشوفوا في وزير يتكلم على رئيس الدوله بالمنطقه هذه. نحن اللي نشوفوا فيه اليوم ماهوش يعني عداله انتقاليه قادره انها تصفي الارث الثقيل هذايا، نشوفوا في عداله انتقائيه يتم فيها التعامل مش بالمسطره اللي يحكي عليها السيد الوزير، يتم التعامل فيها على اساس الولاء وتقديم فروض الطاعه. شكرا لك، شكرا. اسئله كثيره، يعني عداله انتقائيه مش انتقاليه، الولاء على اساس الولاء، يعني ما فماش حاجات ملموسه، كلام عام. احنا سيدي عطينا ملفات ملموسة، عملنا ندوتين صحفيتين، وفي كل مرة نعطي ملفات بالأرقام وفيها مليارات. إذا الأستاذ الخبير شد السويع الزايدة متاع السائق ب 800 دينار، لا أنا قلت لك من البداية شنية الأشياء اللي عملنا. احنا عدينا للقضاء ملفات مليارات في إدارة الغابات مثلا، وشفنا وأطلعنا الرأي العام التونسي على أنه أموال كانت مرصودة السليانة والكاف والقصرين وقع صرفها على قصر قرطاج. هذا الكلام قلناه وحددنا المسؤولين وعديناهم للقضاء. إذن إحنا جينا باش نحكي على مبادئ. الملفات والأرقام أعطيناها في البحث العلمي، كذلك أعطينا أرقام وحلنا ملفات. احنا هذا الامر بدا تو مش انتهى الان، ولكن كي نقولوا قانون في مجلس النواب ما قلناش باش نقاوم الفساد. احنا مجلس التاسيسي، شكرا على التذكير، مازال جاي الاخر ان شاء الله. مجلس الشعب الاخر. انت محامي على كل حال، ما نلومش عليك، كانك تشد في الشكليات والكلمات. باهي، انا مهندس. نمشي للاصل. انا نقول القانون هذا سيدي باش نطلع على ملفات المخابرات، لأنه برشا ثوريين وبرشا ولاونا معناها زعماء وهما كانوا مخبرين في المخابرات، فبالتالي هذه مسألة يلزم الدمال هذه نفقعها، ولو الدنيا إعلامنا الموقر يحل الملفات هذه. أعطيونا مرسوم 42. لا، أنا أقول لك نعملوا حوار وطني كيفاش نتعامل مع الملفات هذه. مش هما برك. أنا قلت هما يفتحوا الملفات ونتحاور، يكون موضوع نقاش وطني. كلمة الختام يقولوا لي ما عادش فما وقت. كلمة الختام نبداو معاك، نكملوا نعملوا دورة. كلمة الختام تحب تبدا بيان ولا تختم؟ أي لا نبدا بك أنت، مش تحب تختم؟ اللي تشوف أنت تسير محافظ عبو بعد ونرجع لك. تفضل. بالليل مرسوم 42، راهو حسب معلوماتي كي خرجت من الاداره راهو يطبق. كي كنت في الوزاره جوني بعض المحامين قدموا لي مطلب، ذكروني بالمرسوم، قالوا لي نحبوا قائمه في المحامين لينوبوا الشركات واللي موجوده في الوزاره الاولى. اعطينا تعليمات، جابونا قائمه لقاوها على الاورديناتور، سلمناها للمحامين. علاش سلمناها لهم؟ خاطرها في وضعيه تسمح لنا كانوا نسلموا لهم. لو لقينا فوق طابع سري قانونيا ما عندناش حق باش نسلموها. لو ان تمس بالدفاع الوطني ما عندناش حق باش نسلموها. فما وضعيات معينه تمس بالعلاقه الدوليه وغيرها موجوده في المرسوم، حالات معينه ما يمكنش فيها التسليم. في غير ذلك قاعد مستغرب من حاجه واحده، شبيني 6 شهور نخدم ما جاني حتى صحافي قدم لي مطلب على هذا المعنى، وهي فرصه باش نقول للساده الصحفيين، مشيوا لرئاسه الجمهوريه، مشيوا لوزاره الداخليه، مشيوا لوزاره الكل وقدموا مطالب، يلزمهم يعطيوكم المكاتب اللي انتم طالبينها اذا ماهيش في الوضعيه الممنوع تسليمها، واذا ما وافقتش الاداره راهو عندهم الحق في القدر السجلي. انا باش نحاول نكون في اطار بناء، على خاطر توا نقدنا وذكرنا المشاكل لكن الحلول موجوده وماذا بينا نفعلوها. انا باش نذكر 3 نقاط وثلاث حلول. اول حاجه باش نقاوموا هالفساد لازم العمل على ارساء ثقافه مكافحه الفساد. راهو ما لازموش ناخذوا الامور معناتها بالدوسيات وبالاشخاص، ثقافه كامله اليوم لازمنا نخدموا عليها، ان ترافاي اون بروفوندور يسير. هذه هي النقطه الاولى. النقطه الثانيه والمهمه هو اعطاء المثال، ليكزومبلاريتي اللي قلت عليها، انه المسؤولين الحاليين لازمهم يكونوا مثال يحتذى به. النقطه الثالثه، ثم اطار تشريعي اليوم واطار قانوني لازم يقع معناتها سلاحه باش يكون اكثر معناتها مواكبه للتطورات وللتطلعات. نعطي مثال، انا باش نكونوا في الاقتراحات. في البلدان الاجنبيه اللي قاوموا الفساد واللي نسبه الفساد عندهم ضئيله كيما الكندا ولا البلدان الاسكندنافيه، اش عملوا؟ عملوا اون بروسيدور سماوها ويسل بلوينغ. اش معناتها بالانجليزيه؟ معناتها بالفرنسيه لو لونسور دالرت.
معناتها اللي يعطي صفاره الخطر. مش معناتها خلاص فسرها خاطر نقطه مهمه بسرعه. معناتها نجيو في الادارات وفي الوزارات وفي الهياكل اللي معناتها اون اتابليون كارتوغرافي خارطه فيهم ونعرفوا هما معناتها مواقع ديجيزمون تاع كوربسيون مواقع تاع فساد. نجيو مواطنين ناس تخدم الغادي موظفين تولي فما اطار تشريعي وقانوني يحميهم وقت اللي هما يشوفوا عمليه نتاع فساد ويقولوا عليها ماهيش قواده هذيا خاطر هذيا معناتها تصير في اطار معناتها الدفاع على الحق العام وعلى المصلحه العموميه. دونك هذه هي معناتها من الحلول لازم توخاوها اليوم في هذا الاطار. تفضل. لا تفضل عاد انت قلت شنو يفتتح ويختم رجعنا لك الملفات القديمه مزاري. تفضل سي محمد ما نعقبش عليك. تفضل هو في القانون اسمحوا لي الكلمه الاخيره للمتهمر. تفضل من المتهم هو يعرف كمحامي المفروض الكلمه الاخيره للمتهم. شوف بقطع نظر عن الملاسنات والاستفزاز وعدم سقوط فخ الاستفزاز باش نقول حاجه انه الملف نتاع مقاومه الفساد ملف خطير ودقيق جدا ويحتاج إلى عناصر أساسية. مصداقية ونتصورها مش متوفرة اليوم. جدية وكما قلت عطيت عناصر مهمة في مداخلاتي السابقة ويلزمها حياد. مش الحكومة اللي تعملها. تعملها مؤسسات مستقلة. إن شاء الله الآن نوصلوا لهذايا ولكن البيئة نتاع مقاومة الفساد يلزمها قضاء أمور ولاباس كما قلت قبيلة ويلزمها إعلام مش معلم مضطهد كما الوضعية هذه. قول قايل علاش الآن الحملة هذه إذن؟ كي نخزر الحكومه مش عندها اولويات. هذه عنصر من العناصر الاولويه اوكي ذكر متفقين ولكن الحكومه عندها استحقاقات اخرى عليها الاجابه عليها ولحد الان الحكومه تراكم السياسات الفاشله في الاجابه عليها. هذه كلي تغذيه ومن جهه ثانيه كلي نقولوا بالدارجه نتاعنا تسخين بلاد الانتخابات. انا نقول ماهوش هذا الحل. الملف هذا يتفض في الهدوء ويتفض برشا رزانة ويتفض من غير تلاسن ويتفض من غير تشنج ومن غير استفزاز يتفض برشا عقل لكي نستطيع تفريق الغث مع سمين مش بالملاسنات ولا بالاستفزازات سي محمد هكا ملف دقيق جدا مش فض كان هكا ومصلحة تونس تقتضي انه يتفض كان هكا لانه عندنا استحقاقات سياسية وعندنا اقتصادية واجتماعية ومطالب ثورة واستحقاقات ثورة وعندنا 23 اكتوبر وعندنا موضوع الشرعية وما بعد 23 أكتوبر. كلمة الحق الوحيدة اليوم هي أنه الواحد يرجع روحه ويستغفر مولاه ويقول بلادي اللي فيها كفاها ما نزيدهاش. نفكر واش نعملوا في 23 أكتوبر وكلمة الحق الوحيدة خاطر الحملة نتاع الفساد توا كما قلت لك أأمل وأتمنى أن تكون كلمة حق يراد بها حق وكلمة الحق الوحيدة اليوم هي التوافق في هذه المحطة الثانية من المرحلة الانتقالية وأنا رجل مسؤول ونعرف شو نقول وما تلسنش ماشيش للثلاث سنوات التوافق لأنه هذا اللي باش يخرج بلادنا من اللي هي فيه مش حاجة أخرى. نعم شكرا. أنا أقول المصداقية موجودة والعزيمة السياسية على مقاومة الفساد و تحقيق أهداف الثورة كذلك موجودة فقط الحياد مش موجود. لماذا؟ لانه احنا ما نجمش نكون محايدين وقت اللي المساله فيها اموال شعبنا منهوبه. احنا منحازين لاهداف الثوره ومنحازين لمساله القضاء على الفساد ومقاومه الفساد ولكن احنا مش جينا باش ننفذ غروضاتنا. احنا جينا ما سلطناش حتى لا القضاء ولا اي جهه كانت. انا في الملفات اللي عندي ولا مره طلبت من مسؤول التفقدية باش يمشي يشوف لي زيد ولا عمر إذا كان مخطئ باش نصفي مع حسابات. ما عندي حسابات مع حتى حد. أنا عندي حسابات مع الفاسدين وقت اللي يجيني معطيات تجيني معلومات نطلب من التفقدية باش تهبط. هذا ديدرنا في الحكومة ككل. صحيح برشا يحبونا نتسرعوا أظني أني فسرت أنه التسرع موش في مصلحة مقاومة الفساد لأنه وقتها نعمل أخطاء ويستفاد منها الفاسدين. أنا أحب نطمن شعبي على أن الحكومة هذه ماشية في تحقيق أهداف الثورة وأهداف الثورة بحول الله مش يقع تنفيذها ولا رجعة في ذلك ونطمنهم مرة أخرى ونطمنهم مرة أخرى على أنه قوى الردة سوف لن تنجح. السؤال هل في غياب الهيئة هذه الوطنية لمكافحة الفساد في غياب قضاء مستقل في غياب إعلام كما قلت حر هل نجم نقاوم الفساد؟
أنا نقول القضاء الآن فما إجراءات في إصلاحه إن شاء الله يتقدم. ملفات الفساد سيدي بدأت الآن، ما هيش مش تنتهي الآن، مش تمشي الإصلاحات موازية لبعض، مش يكون فيه إصلاح قضاء ومش يكون فيه مقاومة فساد. إحنا الآن البوصلة متاع الدولة متاعنا ماشية، كل الدول اللي كانت ديكتاتوريات وأصبحت ديمقراطيات أصبحت دول مزدهرة وأصبحت دول فيها أقدار كبيرة من الشفافية. إحنا البلاد اللي نحب نبنها هي دولة ديمقراطية فيها حرية التعبير، فيها قضاء مستقل، فيها كل مقاومات الدول المتقدمة، والدول المتقدمة هي اللي نسبة الفساد كما قال الأستاذ هي الأقل. إحنا نريد نبني هالدولة العادلة اللي الفساد ما عندوش فيها مقام. مانيش مختلف، لكن على شرف لو كان كنت الكلام هذا انا نصفق له الليله لو كان رجعته. لا باش نقول لك، لو رجعته الاموال المنهوبه من الخارج واللي كحكومه ما رجعتوش منها دورو، بارك الله فيك. احنا سعيين في ذلك، والخبراء يقولوا المساله هذه يلزمها 3-4 سنوات. احنا ما عندناش خاتم سليمان باش نجيبها في 5 شهور. معش عندنا برشا وقت مشاهدينا الكرام، الى هنا ناتي الى ختام هذا البرنامج، تصبحون على خير.